مساء الخير وكل سنة طيبين. وهذا يتصادف انه اخر فيديو في سنة 2014. نتمنى لكم ان شاء الله عام جديد سعيد مليء بالنجاحات ومليء بالامتحانات والكويزات والدرجات العالية في هذه الاشياء. في شابتر 8 هننطلق في موضوع الانترفيرنس، وده شابتر كبير شويتين. فالقصة على قد ما نقدر هنضغطها في الوقت، لان هو الشابتر ده كبير شوية. الويف ليها شوية بروبرتيز، الموجة ليها شوية خواص احنا نعرف شوية منها من قبل كده، سواء من ثانوي او من اعدادي كلية. البروبرتيز دي في منها حاجة بسيطة خالص اللي هي الريفليكشن، الانعكاس، وفي معاها كمان بيبقى ريفراكشن او الانكسار. ودي الحاجات اللي كانت ريليتد مع بعض بقانون سنيلز لو، اللي هو بيقولك ان ساين ثيتا بيساوي ان ساين ثيتا، حيث ان هي refractive index او معامل الانكسار بتاع medium، اللي هو بيساوي سرعة الضوء في الهواء او في الفراغ اللي هي c 3 في 10 8 متر بير سكند، مقسومة على سرعة ال wave اللي هي الهواء، سوري، اللي هي الضوء برضو او اللايت ويف في الميديم اللي بنسميها v. فاذا كان c على v بيديك n، طبعا لازم يكون n اكبر من واحد، لان دايما سرعة الضوء اللي هي c اكبر ما يمكن في الهواء او الفراغ. وكان ان ساين ثيتا بيساوي ان ساين ثيتا، حيث ثيتا بقى في ميديم وثيتا نظرتها في الميديم التاني. ده لما يحصل انه الموجة تتكسر وهي بتعدي من ميديم للتاني. لكن احنا مش هندرس الموضوع بقى بالقصة بتاعت سنيل، لا احنا هندرسها بشكل مختلف شوية. احنا هنتكلم عن الريفليكشن بتاع اي ويف، مش بالضرورة الويف اللي هي الاوبتيكال ويف او موجة الضوء. يعني مثلا لو انا عندي ميكانيكال ويف زي الموجة اللي ماشية في الحبل ده، دي موجة بنسميها ترانسفيرس ويف او موجة مستعرضة. ليه؟ لان الفايبريشن بتاع الموليكولز او جزيئات الحبل بيكون في اتجاه عمودي على اتجاه الانتشار. اتجاه الانتشار او البروباجيشن هنا في الشكل ده ماشي من الشمال لليمين، والفايبريشن بتاع الموليكول، كل موليكول في مكانه بيتنطط، بيعمل سيمبل هارمونيك موشن طالع نازل، يبقى نورمال على اتجاه البروباجيشن. فدي ترانسفيرس ويف او موجه مستعرضه. كويس، الموجه دي بتتقدم مع الوقت. اللي بيتقدم مين؟ مش جزيئات الميديوم، مش الجزيئات بتاعه الحبل، لا، اللي بيتقدم هو الانرجي. الانرجي بتمشي من نقطه للتانيه، فلما الانرجي توصل لنقطه تروح رفعها لفوق، وبعدين الانرجي تسيبها وتمشي، فالنقطه تنزل لتحت، وهكذا. فنلاقي انه البيك اللي بتمثل اكبر انرجي يعني في الموضوع عماله تمشي مع الوقت. وبعدين هنميز ما بين حالتين، حالة فيها الحبل بينتهي بنقطة fixed يعني rigid wall، fixed يعني نقطة مثبتة، rigid يعني جسم متماسك، rigid wall يعني حيطة ناشفة. فلما الموجة توصل للناحية دي دلوقتي ايه الاحتمالات؟ الظريف الأمر انه هنا قانون نيوتن الثالث يبان في الموضوع ده، فكرة الفعل ورد الفعل. الحبل ده لما يوصل للنقطة بتاعة نقطة التثبيت، نفترض انها مسمار مثلا مثبت الحبل في الحيطة، هتحاول الانرجي اللي في الحبل انها، احنا لانها بتعمل ايه؟ يعني لما بتوصل لنقطة في الحبل بترفعها لفوق، بعد كده تسيبها، فنقطة الحبل دي تنزل لتحت والانرجي تتقدم للامام، يحصل بروباجيشن يعني، فترفع النقطة دي لفوق، وهكذا. فنفس القصة هنا اهو، هنا حصل تقدم شوية، الانرجي ماشية في اتجاه طبعا عمودي على اتجاه الفايبريشن، عشان كده سميناها ترانسفيرس ويف. فلما الانرجي بتاعت الموجة هنا توصل للمسمار، هي هتحاول ترفع المسمار لفوق بس مش هتقدر، وبالتالي هتكون النتيجة ايه؟ قانون نيوتن الثالث بيقول لنا، نيوتنز ثيرد لو اوف موشن، قانون نيوتن الثالث بتاع الحركة، انه for every action، لكل فعل there is an equal and opposite reaction، في رد فعل مساوي ومعاكس. فتخيل مثلا انت بتجري 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 ودخلت في الحيطة عايز تزقها، ما هل هتزق الحيطة؟ مش هيحصل، الحيطة بتاعت مبنى مثلا. بس اللي هيحصل ان انت هترد لورا، برضه نفس القسم. ممكن تتخيل لو رحت شوية كورة في حيطة هتلاقي الكورة رجعت لورا. اهو الحبل هنا هيحاول يرفع المسمار لفوق، بس النتيجة انه مش هيرفع المسمار، ده بالعكس المسمار هو اللي هيروح منزله لتحت. فعلشان كده اللي هيحصل انه الموجة اللي راجعة دلوقتي هتحصل ان هي بالمنظر ده، هتبقى بهذا المنظر. عند نقطة المسمار دي نقطة تثبيت، انا ضامن هنا ان الموجة قيمتها بتساوي صفر. هي الموجة هي مين؟ هي الارتفاع بتاع نقطة الحبل، الهايت اللي احنا هنسميه مثلا واي. يعني احنا لما نيجي نعبر عن البتاعة دي كرياضة،
فاحنا بنعبر عنها ك y versus x، بنقول ان y اللي هو الارتفاع بتاع نقطة الحبل مثلا as a function of omega sorry as a function of t الزمن، و ال x اللي هو البوزيشن على الحبل اللي هو الاتجاه الافقي مثلا. ممكن موجة زي كده نعبر عنها بأي حاجة، نقول ان y بيساوي y نود، حيث y نود الامبليتيود في كوزين اوميجا t ناقص kx، باعتبار ان هي بيحصل لها بروباجيشن في اتجاه x البوزيتيف، فهندي الاوميجا t والكي اكس اشارتين عكس بعض، واحدة موجب وواحدة سالب، مش مهم مين موجب ومش مهم مين سالب. وبناء عليه الموجة اللي رايحة دي لو كانت y نود كوزين اوميجا t ناقص kx، حلو الكلام، هتفضل ماشية تخبط في البتاعة دي في المسمار نقطة التثبيت. انا ضامن ان الواي عند هذه النقطة بتساوي صفر، انا متأكد انه at this x for all time at this value of x، عند هذه القيمة من ال x دايما ال y بيساوي صفر، وده بنسميه boundary condition. في حل المعادلات التفاضلية بتاعت الرياضة، يمكن خدتوا حل معادلات تفاضلية درجة تانية او درجة اولى او whatever في التايم، لما يكون مثلا ال x function في التايم، يعني ممكن تكون يعني معادلات تفاضلية بين y و x، بدل x و t او y و t تبقى ما بين y و x، هم اتنين variables وخلاص يعني مش مشكلة. لما يكون عندي y اللي هو البوزيشن الرأسي function في البوزيشن الافقي، فدي معادلة تفاضلية بتمثل الموجة، اللي احنا خدنا ان اي موجة دايما بتوبي partial to الموجة اللي هي مثلا y او electric field او magnetic field by partial x square بيساوي 1 over السرعة تربيع في partial to الموجة by partial t square، فدي معادلة تفاضلية درجة تانية. لما بتيجي تحلها احيانا بتحتاج conditions عشان تطلع الكونستنتس فاللي هي تطلع من حل المعادله، فهنا الكونديشن اللي هينفعني انه at this x دايما الواي بتساوي صفر، ده نسميه boundary condition مش initial condition. initial condition لما يكون شرط على الزمن يبقى اسمه initial عند الزمن t بيساوي صفر، لكن boundary عند حد معين او x معينه يبقى اسمه boundary condition لانه عند حد معين x معينه. المهم الموجه خبطت وهترجع بقى فهتبروباجيت للشمال، فلو كان الترم اوميجا تي ناقص كي اكس هيبقى اوميجا تي زائد كي اكس، علشان دلوقتي هي بتبروباجيت عكس الاكس، وكمان هتعكس اشاره، تاخد ايه البيك بتاعتها كانت لفوق بقت البيك لتحت، فدي بتمثل انقلاب كده في الشكل بتاع الموجه، وده معناه انه لو كانت واي بالبوزيتيف هنا هتبقى واي بالنيجاتيف هنا، والنيجاتيف معناه بالنسبه للترجونومتريك فانكشنز او الدوالي المثلثيه معناه زاويه باي. هنشوف بقى محصلت الكلام ده بالرياضة ازاي. الكيس التانية ان يعني الكيس دي بقى لما نخفها، يعني هي نفس الكيس الاولانية بس نخففها شوية، بدل ما يكون عندي rigid wall، بدل ما يكون عندي مسمار متثبت في حيطة ثابتة، نفترض ان عندي موجة ماشية في حبل لايت، حبل خفيف، وخبطت في حبل تقيل، فاللي هيحصل ايه؟ الفرق بين الحالة دي والحالة قبلها انه الحبل التقيل بالنسبة للحبل الخفيف يبدو ان هو تقريبا كما لو كان مسمار، كما لو كان fixed boundary، فالموجة اللي راجعة برضو هتاخد في shift باي، يعني بدل ما كانت البيك لفوق 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 وهي راجعة بقى هتبقى لتحت، نفس القصة برضو بتاع قانون نيوتن بتاع الفعل ورد الفعل، ان الموجة اللي ماشية بتحاول من الحبل الخفيف للتقيل بتحاول ترفع الحبل التقيل فمش هتقدر قوي، فهي راجعة هيحصل ان هي ترد بس مقلوبة في shift باي، فده الموجة اللي راجعة. الفرق بقى عن الحالة اللي قبلها، يعني حتى الآن مفيش جديد، الفرق بقى عن الحالة اللي قبلها انه مش بس في ريفليكشن، يعني هنا كان في ريفليكشن بس، يعني هنا كان الانرجي ماشية 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 خبطت في الحيطة حصل ريفليكشن او انعكاس بس، ما حصلش ترانسميشن، ما حصلش انتقال للطاقة من الميديم اللي هو شمال الحيطة للميديم اللي هو يمين الحيطة، ما حصلش، يعني دايما الانرجي شمال الحيطة بس جاية او رايحة، لكن هنا النقطة الالتقاء او النقطة الكونكشن ما بين التو سترينجز، النقطة دي اللي هي بدل المسمار في الحالة اللي قبلها، دي النقطة اللي بيحصل عندها ريفليكشن، يعني نقطة بيحصل عندها انعكاس للانرجي اللي ساقطة الانسيدنت ويف اللي هي بالسهم الازرق ده، شوية منه بيحصل له ريفليكشن بيرجع، وزي ما اتفقنا يرجع بفيز باي او الموجة البيك بتاعتها مقلوبة. الجديد بقى انه بيحصل كمان ترانسميشن، انه بيحصل انتقال للطاقة من الميديم الاولاني للميديم التاني، عشان كده تلاقي ان البيك اللي جاية دي كانت كبيرة قوي، وبعد كده الطاقة اللي فيها اتقسمت على اتنين، اتقسمت شوية كده ايه انرجي راجعة وشوية انرجي رايحة،
وتلاقي الاثنين دول مجموعهم المفروض كانرجي يعني يساوي مجموع الاصل، يساوي التوتال اللي في الاصل اذا ما كانش فيه لوسز في السيستم، يعني مفيش احتكاك او حاجه شبه كده. فهتلاقي الانرجي دي راجعه بفيز شيفت باي. طيب الموجه بقى اللي بيحصل لها ترانسميشن مفيش سبب يخليها تعمل فيز شيفت بالنسبه للموجه الانسيدنت. يعني الاصل اللي عندي هو الموجه الانسيدنت دي اللي انا بعمل بالنسبه لها ريفرنس، يعني دي الريفرنس اللي بالنسبه لي او المرجع اللي بقيس عليه. الموجه اللي راجعه هتبقى مقلوب دي، يعني لو كانت دي البيك بتاعتها بوزيتيف فاللي راجعه هتبقى البيك بتاعتها تحت، لو كانت البيك بتاعت دي تحت هتبقى اللي راجعه البيك بتاعتها فوق. تمام، طالما ان احنا جايين من ميديم خفيف خبطنا ميديم تقيل، من حبل خفيف خبطنا حبل تقيل، او من حبل خفيف خبطنا في مسمار. الترانزميشن بقى لو حصل الترانزميشن مفيش سبب يخلي الحبل التقيل ده يفايبريت في بولاريتي او في اتجاه مختلف عن اتجاه الانسيدنت. ده منطقي، يعني انت دلوقتي ده جات له انرجي بتقول له اطلع لفوق هيطلع لفوق مفيش مشكله، يعني مفيش حاجه. لكن لو كان اللي راجع ده من مسمار او من حبل تقيل، لا، ما ده بقى فيه رد الفعل بتاع نيوتن، لان هو ما نجحش ان هو يرفع الحبل التقيل ده زي بالظبط ما كانت الانسيدنت ويف عايزه، فاللي راجع هياخد في الشيفت باي، وشويه باور هتعدي الناحيه التانيه، الباور هتعدي الناحيه التانيه هتبقى ان فيز او بنفس شكل الانسيدنت ويف. الكلام بتاع الحبل ده او الميكانيكال ويف بيناظره في الاوبتكس القصه بتاعت الانسيدنت راي، ادي الشعاع اللي ساقط، والشعاع ده بيعمل زاويه بتاعت سقوط انجل اوف انسيدنس مع مين؟ الانجل بتتحدد مع العمودي على الانترفيس، العمودي اللي هو الخط المنقط ده على الانترفيس اللي هو الحد الفاصل ما بين التو ميديا اللي احنا بندرسهم اير وجلاس هنا مثلا. فدي انجل بتاعت الانسيدنس، الانجل اوف انسيدنس اللي هي الناحيه دي، الريفليكشن اللي هي هتبقى الناحيه الثانيه، الترانزميشن هتبقى الموجه اللي معديه. حلو الكلام. دلوقتي الاير عامل زي الحبل الخفيف، ليه؟ الريفراكتيف اندكس بتاع الاير الان معامل الانكسار هيكون بيساوي واحد، ليه؟ لانه معامل الانكسار هو نسبه سرعه الضوء سي على سرعه الضوء في الميديم، الميديم هنا برضو سي، فيبقى سي على سي بواحد. في الجلاس عاده بيبقى اراوند 1.5، ليه؟ لان السي بتاع الضوء على الفي بتاع موجه الضوء في الجلاس بتديك 1.5، او بمعنى اخر ان سرعه الضوء في الازاز بتبقى تلتين سرعه الضوء في الهواء. حلو، فيبدو بالنسبه للالكتروماجنتيك ويف اللي بتشكل الضوء انها كانت ماشيه في ميديم خفيف زي الحبل الخفيف، فهيحصل دلوقتي هنا ريفليكشن انعكاس وترانسميشن او انكسار، او بنسميه برضو غير الترانسميشن بنسميه كمان ريفراكشن او انكسار. فالترانسميشن او الانتقال من ميديم لميديم او الانكسار اللي هو الريفراكشن لما الموجه تعدي من ميديم لميديم، وده درسناه كتير في اعدادي قبل كده، هيبقى اسوسييتد ويز، هيبقى مرتبط بيه كمان او مصاحب ليه فيز شيفت. فيز شيفت ده ازاي؟ يعني الموجه اللي ريفلكتد اللي راجعه هنا عامله زي الموجه اللي رجعت في الحبل الخفيف، هتبقى جايه من وسط خفيف خبط وسط تقيل، من لايت لهيفي الريفلكتد ويف هيبقى فيها فيز شيفت باي. اما الموجه الترانسميتد اللي هي هتمشي في الحبل التقيل اللي هو هنا يمثله الازاز، الحبل التقيل ليه؟ لان سرعه الضوء هنا اخف، سرعه الضوء هنا بيمشي ابطا، فيبدو له الازاز كميديم تقيل. فبيعدي بقى الضوء الناحيه الثانيه ويمشي بسرعه اقل، فبالتالي ده زي ما يكون ميديم تقيل. وبيكون الترانزميشن ما فيهوش فيز شيفت اضافي بالنسبه للموجه اللي ساقطه، الانسيدنت والترانسميتد بيكونوا عند نقطه الانكسار اللي هنا بيكون الاثنين ان فيز. الحاله الثانيه بقى، الحاله الثانيه انه يكون الباوندري اللي في الاخر ده لوز باوندري. لوز باوندري معناها ايه؟ ال او او اس اي، مش ال او اس اي، ال دبل او. اللوز باوندري ده بيبقى فيه يعني النهايه او نقطه اخر الحبل دي نقطه مش متثبته، نقطه حره، نقطه مرتخيه لوس. النقطه دي ممكن تتعمل ازاي ميكانيكالي؟ ممكن تجيب حلقه، الحلقه دي نفترض انها بتتزحلق على بوست على عمود بشكل ما فيهوش احتكاك without friction، ممكن نسميه كمان soft boundary ان هو boundary طري او ناعم، ما هواش مسمار متثبت بقوه او كريجيد وول يعني. فالانرجي اللي جايه هنا
كالعادة ادي ترانسفيرس ويف، والموجة بيحصل لها بروباجيشن من الشمال لليمين، والفايبريشن عمودي على البروباجيشن عشان كده سميناها ترانسفيرس ويف، والانرجي لما بتوصل لنقطة في الحبل بتحاول ترفعها لفوق ترفعها لفوق ترفعها لفوق ترفعها لفوق. لما وصلت هنا بقى للباودري الفرق ايه؟ ان هي تقدر ترفع المسمار المرة اللي فاتت؟ لا، لكن المرة دي تقدر ترفع الحلقة اللي بتتزحلق على البوست. ايوه. فاللي يحصل انه لما الانرجي دي البيك بتاعت الانرجي توصل للحلقة هتروح شدها ورميها فوق. حلو الكلام. وبعدين هل ممكن ان الموجة تعدي للناحية التانية؟ يعني هل ممكن الموجة تعدي للميديم اللي ورا البوست ده اللي ورا هذا العمود؟ هو ده السؤال. هل ممكن؟ لا مش ممكن، يعني في الشكل ده الحبل بينتهي هنا، فمش معقول ان الانرجي هتعدي. طب هتروح فين؟ فهنا الانرجي بترفع الحلقة لفوق خالص، مفيش رد فعل من الحلقة دلوقتي، مش زي المسمار كان فيه رد فعل اكشن ورياكشن عكس بعض، فده تسبب في ان الحبل رجعت فيه الانرجي بس في الشيفت باي. المرة دي الانرجي هتنجح في انها تعمل اللي هي عايزاه، هترفع الحلقة لفوق. طب وبعدين ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مش معقول الحلقة دي هتفضل، يعني لو كان ده معضل الاستقرار بتاعها اللي هو هنا الليفل ده، مش هتفضل متشعبطة فوق في الهواء على طول. فاللي هيحصل انه الحلقة دي هتروح تبتدي تنزل عشان ترجع لمعضل الاستقرار بتاعها. فلما تبتدي تنزل ترجع لمعضل الاستقرار بتاعها، تخيل بقى مسألة جديدة، تخيل ان في واحد بدل الحلقة دي ايدين، واحد بايدين بني ادم يعني، مسك الحبل وراح رفعه لفوق زي الحلقة دي كده، وراح هوب منزل ايده لتحت، يحصل ايه؟ يحصل انه في انرجي تطلع من ناحية ايد الراجل ده من ناحية الحلقة وتنتشر في الحبل وترجع ناحية الشمال، وده اللي هيحصل. فالحلقة دي هترجع لمعضل الاستقرار بتاعها، فكما لو كانت بتكسايت الحبل بقى مسألة جديدة من اول وجديد بقى، بتعمل اكسايتيشن جديد للحبل. هي هتنزل فهتروح رامية انرجي في الحبل تبروباجيت ناحية الشمال، وتكون النتيجة ان الريفلكتد ويف اللي هي راجعة ناحية الشمال دي بتبقى ان فيز مع الانسيدنت ويف عند نقطة الحلقة. يعني ايه؟ يعني الويف اللي نازلة الانسيدنت دي كانت البيك بتاعتها بتبص لفوق بتبص لفوق بتبص لفوق، اللي راجعة هتلاقيها مختلفة بس في اتجاه البروباجيشن. يعني لو كانت دي معادلتها واي بتساوي واي نوت كوزاين اوميجا تي ناقص كي اكس، دي هتلاقيها واي بتساوي واي نوت كوزاين اوميجا تي زائد كي اكس، اختلاف في اشارة من جوه، مفيش اشارة زيادة تاني، مفيش باي شيفت ومفيش اشارة بره. فهتبقى النتيجة انه الموجة اللي راجعة البولاريتي بتاعتها زي البولاريتي بتاعت الموجة اللي نازلة، يعني الاتنين بيبتدوا بنفس المنظر عند الحلقة، الاتنين ان فيز، وتبقى الموجة اللي راجعة دي مختلفة بس في اتجاه البروباجيشن، لكن نفس الفيز عند نقطة البداية بتاعتها زي نقطة ما انتهت اللي قبلها، يعني دي انتهت ودي ابتدت، الاتنين بنفس الشكل. الكيس التانية انه نخفف بقى الحالة دي شوية، لو كانت الموجة ماشية في حبل تقيل خبطت حبل خفيف يحصل ايه؟ هل تقدر الانرجي ترفع الحبل الخفيف؟ اي نعم. فلما تقدر ترفع الحبل الخفيف، مش زي بقى الحالة اللي قبلها اللي هي بتعافر مع الحبل التقيل فاللي راجع هياخد في الشيفت باي، لا هنا هتقدر، وبعد ما ترفع الحبل الخفيف ده هينزل الحبل الخفيف ده لتحت فيرمي الانرجي يمين وشمال، فيرمي الانرجي يمين وشمال فيخلق موجتين جداد. دي مسألة جديدة بقى، يعني هي دي المسألة الأولانية، ادي موجة ماشية في الهيفي ميديم propagating from left to right وترانسفيرس ويف والبولاريتي بتاعتها بتبص لفوق، وبعدين وصلت لنقطة الالتقاء والكونكشن ما بين التو سترينجز، السترينج الهيفي ناحية الشمال واللايت ناحية اليمين، وبعدين الويف نجحت انها ترفع الحبل الخفيف ده لفوق مفيش مشكلة، وبعدين الحبل الخفيف ده هيبتدي ينزل لتحت فهيكسايت او يعمل اكسايتيشن مسألة جديدة من اول وجديد من هنا، فلما ده ينزل لتحت هيروح هيعمل ايه؟ هيخلق موجتين، واحدة يمين وواحدة شمال، ويرمي انرجي هنا وانرجي هنا. الشمال هتاخد انرجي راجعه واليمين هتاخد انرجي رايحه، ويبقى اللي بالسهم الاحمر ده هو الريفلكتد، هو اللي راجع عكس الموجه اللي نازله عكس الانسيدنت، ونلاحظ انهم نفس البولاريتي. الترانسميتد برضو هنلاقيها رايحه ناحيه اليمين ونفس البولاريتي. يبقى الخلاصه بتاعت الفيلم ده ايه؟ الخلاصه انه الموجه الترانسميتد سواء بقى في الكيس الاولانيه او الثانيه، يعني الكيس الاولانيه اللي انت بتتكلم من لايت لهيفي، او الكيس التاني من هيفي لايت، ده من الترانسميشن مفيش سبب يخليه ياخد بولاريتي مختلفه، هيبقى الاتجاه بتاع الفايبريشن اللي احنا هنسميه في شابتر بعد كده قدام شويه بولاريزيشن، يعني عشان كده انا عمال اقول كلمه بولاريتي. هتلاقي انه اتجاه الفايبريشن اللي هو اتجاه البيك مثلا هنا بتاع الانسيدنت ويف في اتجاه ما مثلا لفوق، يبقى الموجه اللي
هيحصل لها ترانزميشن، هتبقى بنفس الفيز، سواء بقى كان الحاله بتاعت الميديوم هيفي تو لايت او لايت تو هيفي، مش فارقه، ترانزميشن دايما ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش في الشيفت. الحاله اللي بيحصل فيها في الشيفت هي حاله واحده بس، هي ان يحصل ريفليكشن، ونفتكرها دايما بحكايه المسمار، ان انت عندك الموجه ماشيه في الحبل الخفيف خبطت ميديوم تقيل او يعني مسمار، فهيرجع معكوس هنا لما يجي من هيفي للايت، فدي حاله الباودري بتاعتها سوفت، فهينجح الحبل انه يرفع الحلقه او يرفع الحبل التاني اللي جنبه الخفيف ويبتدي اكسايتيشن من اول وجديد. ودي نظرها بقى في الاوبتكس، انه يكون الانسيدنت جاي من ناحيه الازاز او الميديوم التقيل ويخبط في الانترفيس ويحصل ريفليكشن ويحصل ترانسميشن، فالترانسميشن دايما هيبقى عند نقطه الفرق، هنا نقطه الانكسار او الريفراكشن دي هيبقى ان فيز مع الانسيدنت، والريفلكتد هتبقى بتاخد يعني اتجاه عكس الانسيدنت، يعني دي كانت رايحه كده دي راجعه بس من غير فيز شيفت. A pulse on a string is inverted. Inverted يعني اتشقلبت. لما بترفلكت من فين؟ من free end ولا من fixed ولا both ولا none؟ أكيد fixed، دي ما فيهاش حاجة. الويف بيتنج، نشوف بقى يعني الحاجات اللي احنا قلناها دي هتتلم مع بعضها واحدة واحدة، يعني القصة اللي حكيناها دي كلها مقدمة للانترفيرنس بعد كده، يعني احنا حكاية الانترفيرنس هتبان كمان شوية. فاللي احنا حكيناه ده كله باكج كده نحطها على جنب يعني. حالات الانترفيرنس اللي هندرسها الويف بيتنج، يطلع الويف بيتنج ده كلمة بيت معناها نبضة، تلاقي مثلا نبضات القلب يسموها برضو الهارت بيتس او نبضات القلب يعني. بتحصل امتى النبضات دي؟ النبضات يعني ايه؟ يعني انت كريسيفر كراجل بيستلم الموجة وبيسمعها، بتسمع نبضات، بتسمع تن 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 زي نبضات القلب كده. امتى ده يحصل؟ ما هو الصوت عشان يحصل معناه كده ايه؟ معنى كده ان انت بتاخد انرجي، يعني بتستلم انرجي فترة اللي هي 10 وبعدين مفيش انرجي. شكرا. فمعنى كده ايه؟ انه انا هتوقع انه الانرجي مش موجودة دايما، بتيجي لحظات وتختفي لحظات. نشوف بقى الكلام ده بالرياضة يحصل ازاي. لو حصل انترفيرنس، انترفيرنس في الاخر التداخل معناه مجموع موجتين، يعني موجتين اتقابلوا واتجمعوا على بعض وخلاص يعني. لو حصل انترفيرنس بين موجتين، كويس كده، واحدة اسمها y1 والتانية اسمها y2، y1 دي given by a cosine kx minus omega t، k1 بتاعتها وأوميجا 1 بتاعتها، وليها amplitude اسمه ايه؟ طيب الحالة الموجة التانية y2 هيبقى نفس الامبليتيود، نخلي بالنا بقى من الشرط ان نفس الامبليتيود، وهنا بقى k2 اوميجا 2، فهم الموجتين اللي احنا بندرسهم ممكن يكونوا مختلفين في الاوميجات، يعني بمعنى اخر في الانجولار فريكونسي، والانجولار فريكونسي اللي هو الاوميجا بيساوي 2 باي في الاف، الاف ده الفريكونسي العادي يعني. وممكن كمان يكونوا مختلفين في الكيهات، حيث الكي هو البروباجيشن كونستانت اللي هو بيساوي 2 باي على لامدا، فبالتالي هما مختلفين في اللامدا. لو انا جمعت الاثنين دول على بعض، دي بقى شويه رياضه كلام فارغ، كوزاين ايه زي كوزاين بي، الاي اللي هو اللي جوه الكوزاين اللي هنا والبي اللي هو اللي جوه الكوزاين ده، فدي مجموعه انت ممكن تقعد تثبتها بالرياضه على جنب كده، شويه تريجونومتري ملهاش لازمه يعني مش هنضيع فيها وقت، بتساوي 2 كوزاين المجموعه على 2 في الكوزاين الفرق على 2. فلما تقعد تعك في الرياضه اللي هنا هتوصل في الاخر الى انه الواي ايكوالز، اديني بقى 2 في الامبليتيود كوزاين الفرق على 2 وكوزاين المجموعه على 2. حلو كده. لما يكون بقى فرق الاوميجات، ما هو دلتا اوميجا ده مين؟ ده الفرق اللي هو اوميجا 1 ناقص اوميجا 2 او اوميجا 2 ناقص اوميجا 1، خد الكبير ناقص الصغير وخلاص مش مهم يعني. لما يكون فرق الاوميجات رقم مش كبير، ويكون الدلتا اوميجا او الفرق ده اصغر كثيرا جدا من any of the omegas، يعني يكون دلتا اوميجا اصغر من اوميجا 1 كتير قوي واصغر من اوميجا 2 كتير قوي، او بمعنى اخر يعني ممكن نقول هنا اوميجا 1 اوميجا 2 رقمين قريبين من بعض وكبار، يعني مثلا اوميجا 1 دي 1000 راديان بير سكند واوميجا 2 1001 راديان بير سكند، فالاثنين رقمين كبار وقريبين من بعض، الفرق بينهم هيطلع كام؟ هيطلع واحد. الواحد ده بالنسبه لاي واحد منهم، يعني بالنسبه للالف او 1001 يعتبر رقم صغير. لما ده يكون موجود بنسمع بقى البيتس ليه بقى؟ تعالى نرسم الكلام ده بالرياضه. الكوزاين ده هو بيديني موجه، لما اجي ارسمها مع الزمن يعني مش هرسمها مع الاكس، يعني احنا نفترض ان احنا واقفين عند اكس معينه بوزيشن معين، فاحنا هنثبت الاكس،
هنا وهنثبت الاكس هنا، اختار اي اكس، اكس بصفر، اكس بمية، اي حاجة، وغير الزمن. فوانت واقف هتسمع ايه؟ هتلاقي المنظر ده، هتلاقي اللي حصل بقى، هتلاقي انت بتضرب، او يعني انت ممكن ترسم الرسمة دي بطريقة من اتنين، يا تجيب واي 1 وتجيب واي 2 تجمعهم، فادي واي 1 مثلا هو رسم هنا الواي 1 والواي 2 وقاعد يجمعهم نقطة نقطة، فاحيانا مع الزمن يكونوا مختلفين يعني عكس بعض في البولاريتي او في اتجاه الفايبريشن، فمجموعهم بصفر، دي بالبيك بتاعتها لفوق ودي لتحت، المجموعة بصفر، ولان هما الفريكوانسيز بتاعتهم غير بعض، الاوميجات غير بعض، هتلاقي السايكل بتاعت كل واحده فيهم غير التانيه، فمش هتلاقيهم شبه بعض قوي، يعني هتلاقي ان دي عماله تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل، والتانيه بتطلع وتنزل وتطلع وتنزل، بس البريودك تايم او الزمن الدوري في واحده غير التانيه، وعشان كده هتلاقيهم احيانا بيتقابلوا ويتجمعوا على بعض، زي مثلا النقطه دي هنا الاتنين بيكس كوينسايدنج منطبقين على بعض، فمجموعهم طلع رقم كبير، وكل واحده طبعا الامبليتيود بتاعها ايه، فايه وايه طلع اتنين ايه. ممكن كمان في نقطة أخرى تلاقي إنه الاتنين بيكس اللي هما A و A عكس بعض والنتيجة تبقى صفر. لو أنت بصيت لها بالمنظر ده، طبعا أنت عشان تقعد ترسم الموجتين وتجمعهم نقطة نقطة وتطلع النتيجة النهائية دي اللي هي بيك عمال يتغير بقى، البيك بتاعتنا مرة اتنين A وبعد كده تنزل الأمبليتيود بتاعنا ينزل لزيرو مش عارف إيه، طبعا هي محدش بيعملها كده، يعني هو الناس ممكن يرسموها بقى بطريقة تانية أظرف شوية. الطريقه الثانيه الاظرف هي ان انت تاخد الفانكشن الرياضيه اللي اسمها دي كوزاين دلتا اكس دلتا كي اكس على 2 ناقص دلتا اوميجا على 2 تي، دي عباره عن كوزاين فانكشن، يعني زي ما اتفقنا هنثبت الاكس، حط الاكس اي حاجه، ارسم كوزاين البتاع ده اهو، هي داله في الزمن، فهتبقى يعني كوزاين، وهيبقى التردد بتاعها او الانجولار فريكوانسي بتاعها هو دلتا اوميجا على 2، يعني هيبقى كوزاين التردد بتاعها صغير او الزمن الدوري بتاعها البيريودك تايم كبير قوي. الكوزاين التانية دي اللي هتضرب فيها برضه هتثبت الاكس، فخلاص الترم ده هيبقى اي رقم ثابت وخلاص، ما يهمني ناخد الاكس بصفر للتسهيل يعني مش مهم. وهنا هيبقى عندك اوميجتين كبار فمجموعهم رقم كبير، يبقى كوزاين وجواها اوميجا كبيرة يعني فريكوانسي كبير يعني بيريودك تايم صغير. فكما لو كنت تضرب كوزاين ليها بيريودك تايم كبير في كوزاين بيريودك تايم صغير، فلما تضرب الاثنين دول في بعض هيطلع برضه المنظر المبعكك ده. المنظر ده بيقول ايه؟ بيقول انه الكوزاين البطيئه هي الشكل المنقط ده بالاسود، الكوزاين السريعه اللي جواها اوميجات كبيره هي الخط الازرق ده، بس يعني كانت قبل كده ليها امبليتيود ثابت، يعني كانت بتطلع وتنزل ايه وناقص ايه وايه وناقص ايه وايه وناقص ايه وهكذا، اتضربت بقى في الكوزاين البطيئه فطلع النتيجه دي، لما تضرب دي في دي طبعا لما الكوزاين البطيئه تبقى بصفر تبقى النتيجه صفر، لما الكوزاين البطيئة والسريعة الاتنين يبقى بيك او واحد وواحد يضربوا بعض على واحد، وبرضه في اتنين ايه كومن فاكتور بره، يعني كوزاين دي اخرها تديك واحد وكوزاين دي اخرها تديك واحد، ولما يكون الاتنين بيتقابلوا واحد في واحد يديك واحد في اتنين ايه يديك البيك اللي هو اتنين ايه. وبناء عليه البتاعة دي بقى كده على بعضها اسمها ايه؟ اسمها سعادتك بيت. انت واقف عند اكس معينة مثلا صفر، و عند هذه الاكس مع الزمن بقى انت عمال بيخش في ودنك ده، ده يعمل ايه بقى؟ ده يعمل حاجة اسمها تن وبعدين زيرو، مفيش صوت، وبعدين تن وبعدين مش تن يعني 10، تن يعني صوت يعني تن تن كده، وبعدين زيرو. طيب فدي بنسميها بيت ودي بنسميها بيت، نبضة ونبضة. طيب الفريكوانسي السريع زي ما اتفقنا اللي جوه اللي هو جاي من الترم بتاع الكوزاين السريعه اللي هي دي، والترم اللي من بره بدا بنسميه الانفلوب او الظرف، ظرف ليه؟ ان هو بيحتوي السيجنال، يعني زي ما تحط حاجه جوه الجواب كده، فالظرف او الانفلوب هو الاخ اللي من بره ده اللي بنقط السودا. لما نيجي نبص على علاقه الحاجات دي ببعض هتلاقي انه السيجنال البطيئه اللي هي منقطه بالاسود ده كده، ده 1 بيريود اوف تايم بالنسبه لها، يعني من عند النقطه دي هنا تطلع لفوق ماكسيمم زيرو، ماكسيمم الناحيه التانيه او سميها مينيمم وزيرو، كويس كده. واحد يقول لي هما ليه متكرره فوق وتحت، يعني ليه الشكل ده وفي شبهه من تحت لفوق بالمنظر ده؟ هو ده نتيجه الضرب، يعني انت دلوقتي انت بتضرب
الكوزاين البطيئه بتضربها في السريعه، فالسريعه دي ممكن تكون بوزيتيف والكوزاين البطيئه بوزيتيف، يبقى النتيجه بوزيتيف. بعد شويه الكوزاين السريعه تقلب بسرعه لنيجاتيف، بص النتيجه هنا نيجاتيف، فنيجاتيف والكوزاين البطيئه اصلا بوزيتيف، فنيجاتيف تايمز بوزيتيف يطلع النتيجه نيجاتيف، وهكذا بقى. يعني تلاقي مثلا بوزيتيف في بوزيتيف او بوزيتيف في نيجاتيف، بوزيتيف في بوزيتيف، بوزيتيف في نيجاتيف. فهنا الكوزاين البطيئه دايما بوزيتيف 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 بوزيتيف، بينما الكوزاين السريعه مره بوزيتيف مره نيجاتيف، فعشان كده طلع ايه، في شكل ظرف من فوق وظرف من تحت. نفس القصه هنا، هتلاقي انه الكوزاين البطيئه دايما نيجاتيف بالمنظر ده، بينما بقى الكوزاين السريعه مره بوزيتيف مره نيجاتيف، فيبقى حصل الضرب مره بوزيتيف في نيجاتيف، او مره نيجاتيف في نيجاتيف، بوزيتيف في نيجاتيف، او نيجاتيف في نيجاتيف، وهكذا. فرغم ان الكوزاين البطيئه دي دايما نيجاتيف هنا، لكن هتلاقي برضو يطلع مره نيجاتيف في نيجاتيف، يطلع لك الجزء البوزيتيف اللي من فوق ده. طيب يبقى بالنسبه للكوزاين البطيئه انا عندي ده 1 بيريود بالنسبه لها، كل ده 1 بيريودك تايم. طب البيريودك تايم بتاعها كام؟ نبص في المعادله هنا اللي هو يجي من دي بقى، يعني التردد بتاعها هيبقى كام؟ هيبقى F1 ناقص F2 أو F2 ناقص F1 مش مهم، الكبير ناقص الصغير، مقسوم على 2. كويس، يعني هي 2 باي في فرق الإفات على 2. طبعا طنش بقى ال 2 باي لو أنت عايز الفريكونسي من غير أنجولار فريكونسي، فأنت هتقول F ناقص F على 2، فيبقى الفريكونسي بتاعها هو F ناقص F على 2. طيب يبقى البريودك تايم بتاعها كام؟ مقلوب الكلام ده، البريودك تايم هو مقلوب الفريكونسي، يبقى الزمن الدوري بتاع السيجنال البطيئة هو من اول السيجنال البطيئه من هنا لحد هنا، ده كام ده يا سيدي الفاضل؟ 2 على F1 ناقص F2. طيب في هذا الزمن تشكل كام بيت سعادتك؟ تشكل 2 بيتس، ادي البيت ده هي وادي البيت ده هي، يبقى الزمن الدوري بتاع البيت الواحده هو نص الزمن الدوري او البيريودك تايم اوف ذا بيت ايكوالز هاف ذا بيريودك تايم اوف ذا انفلوب سيجنال، وساعتها يبقى البيريودك تايم بتاع البيت ده بيساوي نص مضروبه في 2 على F1 ناقص F2، فيطلع 1 على F1 ناقص F2، وبالتالي يبقى الفريكونسي بتاع البيت هو F1 ناقص F2. خلاصة الكلام انه لما يكون عندي موجتين بجمعهم على بعض ليهم نفس الامبليتيود، شوف الشروط ده، ليهم نفس الامبليتيود، ادي واحد، مختلفين في الاوميجات ومختلفين في الكيهات، اختلاف الكيهات برضو يعني ايه ماشي، يعني انا هي مش عايزين نغوص كتير في تفاصيل الرياضة، بس ممكن يكونوا متفقين في الكيهات، يعني مش شرط، يعني هو الشرط الاساسي ان هم يكونوا مختلفين في الاوميجات يعني. فإذا كان في فرق في الأوميجات وهذا الفرق صغير جدا بالنسبة للأوميجا دي أو دي، مجموعهم كرياضة يطلع المنظر ده، المنظر ده فيه حصل ضرب كوزاينتين، واحدة كوزاين بطيئة لأن جواها الفريكونسي بتاعها صغير جاي من فرق الفريكونسيز، وواحدة كوزاين فيها فريكونسيز مجموعة، الفريكونسيز المجموعة طبعا هي مجموعة وهنا في نص ما ننساش يعني، مجموعة على 2، فالفريكونسي بتاعها هيبقى الكوزاين السريعة هيبقى الإف ده زائد الإف ده على 2، وهنا البطيئة إف ناقص إف على 2. وفي الزمن اللي بيحصل فيه 1 periodic time كده اهو بهذا المنظر، 1 periodic time كاملة بيكون فيه 2 بيتس، فالبيريودك تايم بتاع السيجنال البطيئة هيبقى 1 على الفريكونسي بتاعها، فيطلع 2 على F ناقص F، ويبقى الزمن الدوري بتاعها 1 على F ناقص F أو الفريكونسي بتاعها F ناقص F. وده بقى شوية العك الرياضة اللي في الموضوع يعني. كان في هنا اخطاء مطبعيه على ما اذكر يعني، واحنا صلحناها في المحاضره، فيا ريت تراجعوا اللي في المحاضره، احنا صلحنا يعني البيت، انسى كي بيت ده، ما سيبك منه، واحد اللمدا بيت وكده ده سيبك منه، الكلام ده مش قصتنا. الاوميجا بتاعت البيت دي غلط، الاوميجا بتاعت البيت والاف بتاعت البيت المفروض نشيل الانصاص دي، ده دي الاوميجا بتاعت السلو سيجنال او الانفلوب، وده الفريكونسي بتاع السلو سيجنال او الانفلوب، شيل الاثنينات يطلع البيت يعني من غير الاثنينات يعني. وده منظر كده يعني، ده الموجة البطيئة وده الموجة السريعة والذي بينهما. طيب بيقول لك ايه بقى؟ عندك اتنين تيونينج فورس ار فايبريتنج، يعني شوكتين رنانتين، شوك الرنانة بتبقى زي معدن كده على شكل حرف يو، فلما فليه فرعين يعني، فلما بتخبط الشوك الرنانة دي الفرعين من المعدن دول بيعملوا فايبريشن في الهواء فيطلعوا صوت. The frequency of the intensity envelope، الانفلوب اللي من بره يعني 3 هرتز، كويس، هو مسميها انتنسيتي انفلوب يعني هي يعني بيتكلم عن شده الصوت يعني، عشان هو بيتكلم عن موجه ميكانيكال، دايما الناس بيعبروا عن الصوت واحنا ما درسناش للاسف، احنا لغينا الجزء ده في نظرا ضيق الوقت يعني، بس عاده الناس بيتكلموا في الصوت بحاجه اسمها الانتنسيتي يعني.
فالمهم الانتنسيتي انفلوب او الانفلوب يعني اللي هو الموجه البطيئه اللي من بره دي بتبقى 3 هرتز، التردد بتاعها 3 هرتز. احنا اتفقنا 3 هرتز ده هو فرق الفريكوانسيز على 2، يعني فرق الفريكوانسيز ما بين الموجتين الاصليتين اللي اتجمعوا وعملوا البيتنج يعني. طيب if one tuning fork vibrates at 440، لو كان في واحده من الاثنين ليها الفريكوانسي 440، التانية بقى يبقى ايه؟ ايه الاخبار؟ طيب دلوقتي انا عارف ان 3 هرتز اللي هي الموجة البطيئة دي الفريكوانسي بتاعها هو اف 1 ناقص اف 2 على 2، وهو مديك اف 1 مثلا 401، يقول لي بقى 440 دي هل هي اف 1 ولا هي اف 2؟ فهي تحتمل يعني، ممكن تبقى اف 1 ممكن تبقى اف 2، طالما ما حددش يبقى ممكن يطلع حلين يعني، ممكن تقول 3 بتساوي 440 ناقص اف 2 على 2 وتطلع اف 2 تبقى 2 في 3، وبعد كده 2 في 3 تروح من 440 تطلع كام؟ تطلع 434. هل 434 ده احد الاختيارات الموجودة؟ لا. طيب خلاص يبقى الحل ده ما ينفعش. الحل التاني انك تقول 3 بتساوي اف 1 ناقص 440، تعتبر ان 440 دي هي اف 2 يعني، فيبقى 3 بيساوي اف 1 ناقص 440 على 2، فيطلع النتيجة كام؟ 446. فعلا ده الحل الموجود هنا. يبقى الموجتين الاصليتين اللي اتجمعوا على بعض عملوا بيتس، هي واحده فريكوانسي 446 والثانيه 440، فطلعوا انفلوب ليها فريكوانسي 3 هرتز. طب يطلع البيتس فريكوانسي كام؟ يطلع 6 هرتز، اللي هو يعني بسمع 6 بيت كل ثانيه، 6 بيت 6 بيتس كل ثانيه. فده اول طريق او اول يعني كيس من الكيسز بتاعه الانترفيرنس اللي احنا بندرسها في الشابتر ده. الكيس اللي بعد كده او الحاله الثانيه اللي بعد كده هي الستاندنج ويف. تطلع ايه الستاندنج ويف دي؟ الستاندنج ويف هي ان انت بتتكلم عن موجتين، ايه الشروط بتاعتهم؟ برضو نميز الشروط بتاعت الحاله دي عن الحاله اللي فاتت. يعني عادي برضو موجتين هيحصل لهم انترفيرنس او تداخل واي 1 واي 2، حلو الكلام. الموجتين دول اول حاجه ليهم امبليتيود زي بعض، ايه وايه زي المره اللي فاتت برضو. المره دي ليهم نفس الفريكوانسي، يعني مش في فرق فريكوانسي زي المره اللي فاتت، يعني هنا اوميجا وهنا اوميجا، وفي ليهم نفس البروباجيشن كونستانت. امال ايه المختلف بقى؟ المختلف اول حاجه الدايركشن اوف بروباجيشن، دي كده رايحه فين؟ دي اوميجا تي ناقص كي اكس، دي رايحه في اتجاه، ايوه برافو صح، اتجاه بوزيتيف اكس. واوميجا تي بلس كي اكس دي رايحه فين؟ رايحه في اتجاه النيجاتيف اكس دايركشن. كويس، يبقى اول فرق ما بين الموجتين ان واحده رايحه كده وواحده رايحه كده، حلو الكلام. وايه كمان؟ الحاجه الثانيه انه في ما بينهم فرق فيز بيساوي هنا في الحالة دي 180 درجة، ودي كده الواحد يعني يفتكر بيها الكيس اللي هي مين تن 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 يطلع للمسمار اللي فوق. يبقى كما لو كان في تداخل ما بين موجتين، موجة رايحة وموجة راجعة، واحدة راحت بالمنظر ده وخبطت في الحيطة ورجعت، فدي معادلتها فيها من جوه فرق فيز باي، أو إشارة سالب من بره الكوزاين، يا كده يا كده الاتنين صح، يعني انت دول كوزاين سيتا زائد باي هي ماينس كوزاين سيتا، او ساين سيتا بلس باي برضو ماينس ساين سيتا، مش فارقه يعني. فانت عندك هنا الموجه اللي راجعه ليها فيز شيفت باي، كويس، ودي وهي راجعه بقى في السكه قابلت واحده تانية انسيدنت جايه، كويس كده. فالاتنين قابلوا بعض يعني، دي واحده، دي بقى مش واحده، بقى مش وحدايه كده، لا دي ترين قطر رايح منها كتير قوي، وهنا هيرجع كتير قوي، فبقى هيقابلوا بعض. يحصل ايه؟ هو ده بقى الستاندنج ويف. لو حصل شرط معين هيظهر عندي الشكل الباترن بتاعت الستاندنج ويف، هنشوف بقى المنظر ده هيبقى شكله ازاي. فدي تاني طريقه في الانترفيرنس، يعني طريقه الانترفيرنس الاولانيه في البيتس ما كانش موجتين رايحه وجايه، لا هما كانوا موجتين مع بعض بيتشوا مع بعض ليهم نفس الامبليتيود، بس في فرق في الفريكوانسي وقد يكون في فرق في الكي. في الحاله بتاعت الستاندنج ويف بقى اللي احنا تاني حاله، دول موجتين نفس الاي برضو، نفس القصه نفس الامبليتيود مفيش مشكله، بس نفس الفريكوانسي مش زي البيتس، ونفس الكي، واحدة رايحة وواحدة راجعة، فرق في اتجاه الانتشار ادي نمرة واحد، وفي فرق فيز اللي هو الباي، والمجموع بقى بتاع كوزاينتين برضه شوية تريجونومتري اهبل تقعد تفك بقى، يعني ايه كوزاين البتاعة دي زي كوزاين البتاعة دي؟ طبعا هي كوزاين زاوية زائد باي تديك ماينس الكوزاين، وبعد كده ممكن تفك بقى، دي لازم تبقى عارف الحاجات الفكات الرياضة دي مفيدة جدا يعني في السكة وانت ماشي. فتبقى كوزاين كوزاين وعكس الإشارة ساين ساين، وهنا برضه هتبقى كوزاين كوزاين وعكس الإشارة اللي هي يبقى ماينس يعني، وساين ساين، وبعد كده ما تنساش ان في ماينس في النص، وترك تروح طالع في الاخر بان واي توتال بيساوي 2 اي ساين هوب ساين ديب. ايه ده بقى؟ الساينات دي لما تضرب في بعض سعادتك معناها ايه؟ اللي هيدخلوا اتصالات يفتكروا الكلمتين دول، ان انت لما تشوف الترم بتاع التايم، التمبرال ترم او الترم الذي يمثل الزمن، يعني تي اي ام بي او ار اي ال،
والترم بتاع السبيس السبيشال ترم اللي هو اس بي اي تي اي ال اللي هو فيه الاكس يعني، اتفصلوا عن بعض يعني الاتنين مش موجودين مع بعض جوه الساين او الكوزاين، بقت كل واحده جوه فانكشن لوحدها يعني، واحده جوه ساين وتاني جوه ساين، او واحده جوه ساين وتاني جوه كوزاين، او واحده جوه كوزاين وتاني جوه كوزاين، المهم ان الاتنين ما بقوش جوه نفس الفانكشن يعني. فان هذه يا سيدي الفاضل هي الستاندنج ويف ساعتك. اها تعالى بقى، يعني ستاندنج ويف، تعالى نشوف الستاندنج ويف دي، موجتين واحده رايحه واحده راجعه، وهما رايحين وراجعين، لو حصل الشرط اللي احنا هنقول عليه دلوقتي هلاقي ايه؟ انه يعني مثلا ده حبل اهو، الحبل ده اللي هو باللون البامبي ده، وعمال يفايبريت طالع نازل طالع نازل عادي خالص، راح خبط في المسمار هيحصل فيه شيفت 180 درجه فيبتدي يرجع على نفسه. هنلاقي ايه بقى؟ ان نقطه المسمار دي هي نقطه انا ضامن انا متاكد ان عندها الواي بتساوي صفر. يعني لو كان طول الحبل مثلا من الاول للاخر ال، من اول هنا من عند هنا ده نقول اكس بتساوي صفر لحد هنا في الاخر اكس بتساوي ال مثلا يعني، ف I am quite sure انه at x equals l دايما ال y بتساوي 0 for all time لكل الزمن يعني دايما. حلو الكلام. طيب وبعدين ايه كمان؟ الموجه بقى اللي راجعه دي يعني عامله فيز شيفت باي بالنسبه للموجه اللي نازله، فهيحصل ايه؟ هيحصل انه الحبل ده هتلاقيه بيفايبريت فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت، وفي نقط هتلاقي الموجتين عكس بعض بالظبط، يعني هنا الموجه دي اللي رايحه والموجه اللي راجعه دول بيحصلوا ورا بعض. يعني برضو لازم ناخد بالنا من كومن مسكونسبشن هنا، في ناس بتفهم الموضوع مش صح، ده حبل واحد في النهايه ودي لقطات لهذا الحبل في ازمنه مختلفه. يعني هنا يمكن الشكل ده يوضح الموضوع شويه، يعني هنا دي الموجه اللي رايحه كويس، ودي الموجه اللي رايحه، ودي الموجه اللي رايحه كويس، دي ثلاث اشكال ورا بعض في ثلاث ازمنه، دي الموجه اللي راجعه، دي الموجه اللي راجعه، دي الموجه اللي راجعه كويس. فانت الموجه اللي رايحه خبطت في المسمار وبترجع، يعني مثلا دلوقتي النص ده خبط ورجع نظيره بقى، ما خلاص ده هيختفي من الوجود ويرجع نظيره ده هيختفي. يمكن اعمل فيديو منفصل الحكايه دي اوريكم تترسم ازاي ستيب باي ستيب، يعني هرسمها بايدي نقطه نقطه، بس يعني ده مش مطلوب انك تعمله يعني في الامتحان او كده، هي انت لو عايز تفهم زياده يعني. بس بالمختصر يعني دي الموجه اللي رايحه وخبطت في المسمار وراجعه، فاحيانا الموجتين اللي رايحه واللي راجعه هيتقابل فيهم البيك مع البيك، ويبقى المجموع الاثنين بنفس الاشاره، يعني بيك نيجاتيف وبيك نيجاتيف يديك نيجاتيف قوي، بوزيتيف وبوزيتيف يديك الدبل بوزيتيف. واحيانا تلاقي الموجب والسالب بيقابلوا بعض والاصفار يقابلوا بعض والموجب والسالب يقابلوا بعض، تبقى النتيجه التوتال صفر. ما هو ده توزيع الانرجي في الحبل اللي رايح، ودي توزيع الانرجي في الحبل اللي جاي، توزيع الانرجي دي بتتمدد مع الزمن، يعني ده المنظر بتاع نفترض ان دي لحظه صفر، يعني نفترض هو كاتب هنا لحظه صفر. بعد ربع زمن دوري يحصل ايه؟ هتلاقي ان الحبل ده بعد ربع زمن دوري هيبقى شكله كده اهو، الموجه تقدمت ربع موجه، يعني ربع ويف لينكس، حصل شيفت ربع ويف لينكس، يعني النقطه دي نزلت لتحت واللي بعدها نزلت لتحت وهكذا ومش عارف ايه، اتخلقت الموجه الجديده دي. بعد كمان ربع زمن دوري يعني بعد هاف بيريودك تايم بقى المنظر كده. طيب الموجه اللي راجعه لو كانت بدايتها كده منظرها كده، بعد ربع زمن دوري هيبقى منظرها كده، بعد ربع زمن دوري هيبقى منظرها كده، اجمع بقى دي ودي هتطلع ناتج كده، اجمع دي ودي هتطلع ناتج كده، اجمع دي ودي هتطلع ناتج كده. الناس بقى عاده بتروح رسمه ايه؟ رسمه اللي في الاول ده خالص، دي النتيجه النهائيه، ده منظر الحبل في النهايه، ده الحبل التوتال اللي بيحصل في الحبل توتالي عند اللحظه صفر، وده اللي بيحصل في الحبل توتالي عند اللحظه تي على 4، وده عند اللحظه تي على 2. وسعادتك بقى لما تروح راسم، الناس بقى بتروح رسماها بالمنظر ده، يعني هو يقصد من المنظر ده ايه؟ دول الثلاث ازمنه فوق بعض، يعني ده مثلا منظر الحبل في اللحظه صفر، ومثلا منظر الحبل في اللحظه بعدها بشويه، ومنظر الحبل في اللحظه بعدها بشويه، بس هو دايما حبل واحد هو، بس عشان الفايبريشنز دي بتحصل بسرعه قوي، الناس بيتهيأ لها ان الحبل بيتواجد في نفس اللحظه في مكانين، يعني هوبا فوق وهوبا تحت يعني. يعني انت لو قارنت المنظر النهائي ده بالمنظر الابتدائي ده هتلاقي ايه؟ النقطه دي تحت خالص، بعد شويه هتبقى صفر، بعد شويه هتبقى فوق خالص. طيب النقطه دي فوق خالص، بعد شويه هتبقى صفر، بعد شويه هتبقى تحت خالص، النقطه دي تحت خالص، بعد شويه هتبقى صفر، بعد شويه هتبقى فوق خالص، النقطه دي اخر بيك شمال هتبقى فوق خالص وبعد كده تحت خالص. والناس بقى يروح مركب الشكل ده على الشكل ده فيطلع المنظر اللي هو زي العيون ده، المنظر اللي هو البطون والعقد، الانتي نودز اللي هي البطن
والعقدة اللي هي النود. فالعقد موجودة ليه؟ لأن دايما في نقط اصفار. يعني بص، النقطة التعيسة دي، النقطة اللي في الأول دي خالص صفر، والنقطة دي صفر اللي هي مكتوب عليها ان، يعني نود يعني، وايه يعني انتي نود، ان دي صفر وصفر 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 وصفر. طيب ده في هذه اللحظة، بعد شوية كله صفار، طب كويس ماشي، بعد شوية هيبقى اللي كانت صفر في الأول تفضل صفر، تفضل صفر، تفضل صفر. ليه أصل الحكاية بقى منين؟ إن موجة رايحة وموجة راجعة، وبعد شوية تقعد بقى إيه، تشفت دي وتشفت دي وتشفت دي وتشفت دي مع الزمن، ودايما تروح جميعهم جميعهم جميعهم، يطلع الأفندي ده أو ده أو ده، ويبقى هتلاقي دايما إن النقطة اللي بيجمع فيها الماكسيمم هتبقى ممكن تبقى أي حاجة، ممكن تبقى ماكسيمم أو زيرو أو ماكسيمم من الناحية التانية. النقط اللي دايما مجموعها بصفار بتفضل صفار دايما، عشان كده في نودز محددة في الفانكشن، في عقد. طيب فين أماكن العقد وفين أماكن البطون؟ يعني أين أجد عقدة؟ أين أجد أنتي نود؟ وأين أجد بطنا؟ أين أجد نود؟ هو مبدئيا كمان نلاحظ إنه إيه؟ أنت لما تجمع الموجتين على بعض، أنت بتجمع إيه وإيه، بيطلع 2 إيه، يا فوق يا تحت، فعشان كده الأمبليتيود بيبقى 2 إيه. يعني هنا 2 إيه، وبعد كده ساين وساين. فأولا الانفصال الجغرافي اللي حصل ما بين التايم تيرم والإكس تيرم، ده معناه إن دي ستاندينج ويف، ده مبدئيا. الحاجة التانية انه الامبليتيود 2 ايه، لان هي جاية من موجتين كل واحدة ليها امبليتيود ايه، فلما يتقابلوا مع بعض يدونا 2 ايه لفوق او لتحت، او يخلصوا على بعض تبقى النتيجة صفر يعني. طيب فين اماكن العقد؟ اماكن العقد حيث انه الساين بتساوي صفر. طب انهو ساين بتساوي صفر؟ هل الساين بتاعت الزمن ولا الساين بتاعت الاكس؟ لا، الساين بتاعت الاكس ساعة التكليم، لان انا بلاقي انه اماكن العقد دي اماكن ثابتة في الاكس، يعني في اكسات معينة هي اللي عندها عقد، مش ازمنة معينة اللي عندها العقد. يعني الزمن لما بيتغير ممكن تلاقي القيمة عند النود دي صفر دايما، او نقطة جنبها ما بتبقاش صفر، يعني مع الزمن بتتغير، بتطلع الواي لفوق وبتنزل لتحت. فالزمن مش هو الفيصل هنا، الفيصل هو البوزيشن، فين بيبقى في نودز، في اماكن محددة فور اول تايم، يعني التايم مش مؤثر. عشان كده احنا هنستبعد الترم بتاع الساين ده. ليه؟ لانه وات ايفر تايم هنحطه هنا، المفروض ان في مكان بيديني صفر، فسواء ان التايم كان بقى ايه، صفر 1 2 3 4 100 مليون، مش مؤثر معانا في الحسبه. الساين اللي جنبه ده هو اللي بصفر، فدايما النتيجه بتبقى صفر، ويبقى ده اسمه نود. وساعتها هيبقى الاماكن اللي فيها نودز هي ان الساين بتاع الاكس تيرم ده بيساوي صفر، يبقى اللي جوه الساين ده لازم يكون 0 او باي او 2 باي او 3 باي، يعني ام باي. وبالتالي هيبقى الاكسات اللي هتنتج من هنا اللي هي ام لامدا على 2، هي دي الاماكن اللي فيها العقد. والام بصفر 1 2 3، يعني اول عقدة عند ام بصفر يبقى الاكس بصفر اللي هي هنا دي كده. طيب تاني عقدة فين؟ العقدة اللي بعدها عند ام بواحد هتبقى لامدا على 2، يبقى على بعد لامدا على 2 نص موجة ايه هنا، يبقى دي العقدة اللي بعدها. طيب العقدة اللي بعدها لما الام بتساوي 2، هيبقى 2 في لامدا على 2 يطلع لامدا، يبقى فين العقدة اللي بعدها اللي هي دي، وهكذا. طب فين اماكن الانتي نودز؟ الاماكن اللي بيحصل عندها بيكس عاليه قوي اللي هي بتوصل ل 2 اي فوق وماينس 2 اي تحت، برضو هي نفس الاماكن فور اول تايم، برضو التايم مش مؤثر، هو التايم بيخليها تطلع لفوق او تنزل لتحت، بس مش يعني مش هو اللي بيقول النقطه دي انتي نود، لا، اللي بيقول ان النقطه دي انتي نود هو الاكس، لانه النقط النودز بيحددها الاكس، والنقط الانتي نود بيحددها الاكس. يعني مثلا النقطه اللي هنا دي اللي هي ما بين نود وانتي نود، النقطه دي اخرها انها تطلع لحد هنا، يعني نفترض انها طلعت لحد نص الماكسيموم يعني، ونزلت هنا لناقص نص الماكسيموم، ده اخرها يعني، هي مش هتعدي كده يعني. فبرضه اللي حدد ده هو الاكس مش التايم. الخلاصه انه لما اجي اتكلم عن الانتي نود هاخد الترم بتاع الاكس برضه واخليه يبقى ماكسيموم، عشان الانتي نود دي بتوصل فيها للبيك، فيبقى الماكسيموم بتاع الساين انه يكون بلس او ماينس 1، يبقى اللي جوه الساين ده لازم يساوي 90 او 270 او يعني 540 يعني 350 وهكذا يعني 360 و90 كام؟ 450 450، وبعد كده وهكذا يعني، تقعد تلف بقى. فبالتالي دي الحلول اللي تيجي انتي نود، فنلاقي ان الاكس بتاعت الانتي نود لازم شرط ده يحصل. تعال نشوف كده فين اول انتي نود لما الام بصفر، ام بصفر يبقى معناها كده نص في نص لامدا، يبقى يطلع ربع لامدا، صح؟ هنا على بعد ربع موجة، ربع طول موجي من البداية. واللي بعدها لما يكون لامدا، لما يكون ام بيساوي واحد، فيبقى عندي واحد ونص في نص، يبقى تلات ارباع، يبقى تلات ارباع، يبقى فعلا ده هنا الربع، وبعد كده نص، يبقى هنا فعلا تلات ارباع، ده المكان اللي بعده.
وعشان كده تلاقي الفيصل ما بين نود والنود اللي بعدها نص لامدا، ما بين انتي نود والانتي نود اللي بعدها نص لامدا. يعني انت هنا عشان تطرح مثلا تشوف انتي نود وانتي نود اللي بعدها، حط واحده بام وواحده بام بلس واحد، يعني دي واللي بعدها، واطرحهم هيطلع النتيجه لامدا على 2. برضو في النودز برضو حط امايه وام زائد واحد، واطرح الاكس والاكس يطلع النتيجه فرق الاكسات، يطلع نص لامدا. فالفرق ما بين نودين ورا بعض او انتي نودين ورا بعض يبقى لامدا على 2. طب نود والانتي نود اللي بعدها يبقى اكيد ربع لامدا. تو هارمونيك ويفز ترافلنج ان اوبوزيت دايركشنز، يبقى اكيد ده مش بيتكلم عن موضوع البيتس، هو غالبا كده بيتكلم عن الستاندنج ويفز. انترفير بيتداخلوا تو بروديوس ستاندنج ويف ديسكرايبد باي، يعني موصوفه ب واي ايكوالز 3 ساين 2 اكس كوز 5 تي. نعم الجماعه اللي قبل كان بيقولوها كوز مش كوزاين يعني. Where x and y are in meter and t is in second، يعني الوحدات بتاعت ال y وال x عشان دي dimensions يعني بالمتر، بينما الزمن بالثانية. What is the wavelength of the interfering waves، ايه هو الطول الموجي؟ الطول الموجي ده انت تروح باصص على k وال k اللي هي بتبقى لازقة في ال x يعني. ف يعني ال k اللي لازقة في ال x بيساوي 2 باي على لامدا، يبقى 2 بيساوي 2 باي على لامدا، تطلع لامدا بتساوي باي على 2، حاجة زي كده يعني. بصينا قارينا يعني، قارنا بالفورمولا دي بالشكل ده، يعني هتلاقي ان الاكس هنا هي اللي لازق فيها 2 باي على لامدا الكي، واحنا اتفقنا هنا انه الموجتين اللي بيتداخلوا عشان يعملوا الساندنج وبيحصل لهم انترفيرنس مع بعض دول ليهم نفس الاوميجا ونفس الاي ونفس الكي، كل حاجه زي بعض، بس مختلفين في حاجتين، مختلفين في الدايركشن بروباجيشن، واحده رايحه يمين واحده رايحه شمال، ومختلفين في الفيز، يعني واحده بالنسبه للتانيه في فرق فيز باي. النتيجة يعني عايزين نوصل لها الى انه الترم اللي لازق في الاكس هو اللي فيه 2 باي على لامدا، ففين الاكس اهي، يبقى اللي جنبها 2، يبقى هو ده بيساوي كي، يبقى الكي بيساوي 2، طلع اللامدا. سوبر بوزيشن اوف ويفز كان اوكير، ممكن يحصل التركيب او يعني التراكب، تراكب او تركيب اللي هو زي الانترفيرنس يعني التداخل يعني. امتى بقى يعني امتى ممكن يحصل الكلام ده؟ ان ترانسفيرز ويفز، يعني ممكن يحصل تداخل في الترانسفيرز ويف، ماشي في اللونجيتودنال ويف، ايوه برضه يعني نفس القصص في اللونجيتودنال ويف هي بتحصل يعني. سينوسويدال ويفز ولا اول اوف ذا اباف ولا اونلي اي اند سي؟ والله بص، هو سينوسويدال ويفز، هي كلمه سينوسويدال دي يعني هي تعبير رياضي عن الموجه، يعني هي الموجه الترانسفيرز دي ما احنا عبرنا عنها بشكل سينوسويدال، والموجه اللونجيتودنال برضه عبرنا عنها بشكل سينوسويدال. لو حد يفتكر لو رجعنا لورا، مش فاكر شابتر، اظن شابتر 5، لما اول ما اتكلمنا عن الموجه كان فيها الموجه بتاعت الصوت البريشر تضغطات التخلخلات اللي هو كومبريشن وراريفاكشن، وتلاقي ده بيمثل برضو بشكل ساين، يعني لما نيجي نرسم الفاليوز مع البوزيشن تلاقي الفاليو بتاعت البريشر العالي تديك بيك، والفاليو بتاعت البريشر الواطي تديك العكس، وشكل التوزيعه برضو ساينوسويدال. فهو ساينوسويدال ويفز دي هي الويفز اللي شكل التوزيعه بتاعت الانرجي فيها شكل ساين او كوزاين. هي كلمه ساينوسويدال باي ذا واي برضو بتنطبق على الساين والكوزاين، مش بس الساين، يعني مفيش حاجه اسمها كوزاينوسويدال، يعني هي في ساينوسويدال بس مفيش كوزاينوسويدال، يعني هي ساينوسويدال بس. ما علينا، فالساينوسويدال ويفز دي هي الريبرزنتيشن، خلاص ماشي، يعني هي ممكن تبقى تحت نطاق الترانسفيرس وتحت نطاق اللونجيتودنال. معلومه على جنب، واحد يقول لي ايه ده، هو مفيش هو في ويفز مش ساينوسويدال؟ اه، ما هو انت لما تيجي تركب موجات على بعض، يمكن ده عدت عليكم حتى في المودرن فيزيكس، ممكن تركب موجات على بعض، زي ما ركبنا كده موجتين ليهم فريكوانسيز غير بعض طلعنا البيتس. يا جماعه بتوع المودرن يمكن كلموكم عن الويف بروبرتيز اوف ماتيريال، وان انت ممكن تعبر عن الالكترون مثلا او البروتون او وات ايفر بايكوفالنت ويف، وان الويف دي ممكن تكون معقده متركبه من كذا موجه فوق بعض، فالموجات اللي فوق بعض دي ممكن في الاخر كل واحده ساين، كل واحده شكلها ساين بس مختلفين عن بعض، فالنتيجه النهائيه ممكن تطلع حاجه عفريت كده يعني. ممكن انت ممكن تركب ساينات على بعض وتطلع في الاخر بشكل سكوير ويف بلس، اللي هي سكوير 1010 1010 1010 وهكذا يعني. مش مهم، ده توبيك متقدم بعدين، بس يعني هي القصد يعني انه الساينوسويدال ده هو ريبريزنتيشن للترانسفيرز او اللونجيتودنال، بس الموجات بشكل عام ممكن يبقى شكلها شخابيط، ممكن تبقى مثلا سوتوث، يعني ممكن تبقى زي اسنان المنشار مع المسافه او مع الزمن يعني. دي حاجة هتاخدوها في الرياضة بعد كده اسمها الفوريه ترانسفورم والفوريه سيريز والحاجات دي. المهم، two harmonic waves are described by، طبعا في الإجابة all of the above، يعني transverse longitudinal وsinusoidal، ده كل ده بيحصل فيه superposition، فقشطة يعني مفيش مشكلة يعني.
تو هارمونيك ويفز ار ديسكرايبد باي كذا وكذا. ذا سمولست بوزيتيف فاليو اوف اكس، اصغر قيمه للاكس بالسنتيمتر، كورسبوندينج تو ا نود اوف ذا ريزلتنت ستاندنج ويف از. الاثنين دول هيعملوا ستاندنج ويف ليه؟ لانه نفس الامبليتيود ومختلفين في اتجاه الانتشار. و هو يعني هو فيها شويه رزاله، ما حطش الفيز شيفت باي، يعني هو ما درسهاش، يعني هي الحاله دي ما درسهاش في الكتاب. بس يعني القصد يعني انه هو صح، ممكن يحصل موجه موقوفه حتى لو كان الطرف التاني ده اللي في الاخر ما هواش يعني ما هواش متثبت، ويبقى في فرق فيز باي. يعني هو احنا عارفين الطرف التاني لو كان متثبت وهيحصل فرق فيز باي بالنسبه للموجه اللي راجعه بالنسبه للرايحه، هيطلع المنظر الاعتيادي اللي احنا عارفينه. هو ما درس في الكتاب وعشان كده ما جبناش سيره، يعني انه ممكن برضو الحاله بتاعه الحلقه اللي هي ان الموجه رايحه وتقابل سوفت باوندري او حد طري زي الحلقه اللي على البوست، برضو دي ممكن تخلق ستاندنج ويف، بس احنا ما درسناهاش الكيس دي يعني. فهي بس يعني مش مهم، يعني هي السؤال ده غالبا كان ريليتد لحاجه في الكتاب واتشالت، او يعني فالخلاصة يعني انه انت عايز ايه بقى في الاخر؟ عايز ال smallest possible value of x اللي هيحصل عندها نود. هو الحالة دي ما اتدرستش عندنا بالتفصيل، يعني عايز تحلها كمسألة، يعني اعتبر ان في فيش شيفت باي وركب واجمع ومش عارف ايه وشوف النتيجة هتطلع شبه قوي يعني الى حد ما. يعني لو انت حطيت فيش شيفت باي يعني هتفرق ايه يعني؟ بس لو حد انترستد يعني، هو هيبقى في الحالة اللي فيها النهاية هنا مش مسمار مش متثبتة، هتبقى النهاية بتاعة الحبل شكلها مش متثبت صفر زي هنا شكلها نود، لا هيبقى شكلها انتي نود بس. يعني هي الفرق انه لو كان الباوندري اللي في الاخر سوفت يعني زي الحلقة اللي موجودة على بوست، هيتكون الساندنج ويف، والساندنج ويف دي بس هي الفرق ما بينها وبين الشكل اللي احنا شايفينه ده، انه بدل ما النهاية هنا نقطة متثبتة هيبقى النهاية نقطة انتي نود بتطلع وبتنزل، وهيبقى الحبل قال يعني الصورة مقصوصة لحد هنا، يعني تقص هنا يعني يبقى ده نهاية الحبل. وتظل كل الشروط التانية valid، يعني نفس القصة. يعني هو هيبتدي مثلا هنا من نود مثلا، خلاص يبقى أول نود عند x بيساوي صفر، والأنتي نود اللي بعدها بربع لامدا، وبعد كده نود كمان ربع لامدا ربع لامدا ربع لامدا، هيبقى نفس المنظر. هي بس الفرق هنا في النهاية إن هي بتبقى أنتي نود بدل نود في الآخر يعني. أوكي، الانترفيرنس، حنفيتين بينقطوا ميه على سطح بركه او ميه في جردل او وات ايفر، وبعد كده كل نقطه بتنزل بتعمل اكسيتيشن، اثاره لجزيئات الميه، فالطاقه تنتقل وتمشي في سطح الميه، وسطح الميه يعمل فايبريشنز، والفايبريشنز تتحول الى موجه لان الطاقه بتنتقل من نقطه للتانيه. والبروباجيشن ده بيديني ترانسفيرس ويف، لان الفايبريشنز بتاعه المولكيولز اب اند داون، بينما البروباجيشن دايركشن اوتورد، والدايركشن بتاع البروباجيشن بتاع الانرجي بيكون متعامد على الدايركشن بتاع الفايبريشن بتاع المولكيولز، والنتيجة المحصلة انه عندي ترانسفيرز ويف بس مش واحدة، اتنين، وعشان كده بتيجي بقى موجة من هنا وموجة من هنا يخبطوا في بعض ويحصل انترفيرنس، ونتيجة الانترفيرنس ممكن تكون الجمع او الطرح حسب الظروف. اللي بيخلي موجتين ان جنرال يتجمعوا او يطرحوا هو حاجة الاختراع اللي اسمه الفيز اللي موجود جوه الساين او كوزاين. ليه؟ اشمعنى ده هو اللي بيفصل في الموضوع يعني؟ لان القيمه بتاعه الويف ات سام بوينت، احنا عارفين انه في الاخر الويف دي بنعبر عنها بالشكل اللي هو واي مثلا، او لو كان الكتريك فيلد بيبقى اي، او لو كان ماجنتيك فيلد اسمه بي. المهم ان هي عباره عن امبليتيود في ساين او كوزاين اوميجا تي بلس او ماينس كي اكس، يعني ده الشكل العام. يعني لما الساينين او الكوزاينين يتقابلوا، لما الساينين او الكوزاينين يتقابلوا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو ممكن يحصل ما بينهم انترفيرنس كونستراكتيف او انترفيرنس ديستراكتيف. الانترفيرنس الكونستراكتيف والانترفيرنس الديستراكتيف ده حسب هما لما تقابلوا كان ظروفهم ايه، واللي بيحدد ظروفهم ايه هو ال الفيز. يعني تعال ناخد بوينت مثلا، ادي موجتين، ده سورس يعني زي اللي ناتج من الحنفية الاولانية، وده زي اللي ناتج من الحنفية التانية، خلاص كده. ونتيجة هذا الكلام فالفيز هو اللي بيحدد القصة ازاي. انا عندي دلوقتي موجتين، ادي موجه من سورس 1 وادي موجه من سورس 2، وحصل انه الاثنين اتقابلوا بحيث ان الزيرو مع الزيرو والبيك مع البيك والمينيمم مع المينيمم ومش عارف ايه، فطلع النتيجه جمع.
مين اللي حدد كده؟ اللي حدد كده الفيز، انه مثلا الموجة دي ساين وعند النقطة دي 90، ساين 90 يديك بيك، في نفس النقطة طلعت دي ساين 90. طب مع ساين 90 وساين 90 يبقى بيك وبيك يتجمعوا. ال 90 دي اللي هي نتيجة اوميجا تي ناقص كي اكس في الاخر، اللي هو جوه الساين على بعضه كده طلع 90 مثلا يعني. طيب نفترض ان اللي جوه الساين مثلا هنا راح مطلع البتاعة دي 270 درجة، فساين 270 وهنا ساين 270 طلع ماينس واحد وماينس واحد اتجمعوا برضه. بمعنى اخر ان لو الاتنين متفقين في الفيز، يعني اللي جوه الساين دي والساين دي، او لو كان دي كوزاين ودي كوزاين، المهم يعني ان انا اوحدهم طبعا مبدئيا لازم يكون دي ساين ودي ساين ودي كوزاين ودي كوزاين، يعني هتكلم عن ساينتين او كوزاينتين، يعني كل موجة بنفس الشكل بتاع التانية. لو الزاوية اللي جوه دي زي الزاوية اللي جوه دي، يعني 90 و90 او 270 و270 او عفريت وعفريت، لو نفس الزاوية بالظبط هيبقى الاتنين ليهم نفس الحالة، هيبقى ساين ثيتا والتانية ساين برضو ثيتا، وتبقى النتيجة انه الاتنين ليهم نفس الشكل وبالتالي هيتجمعوا. او لو كانت الزاوية اللي جوه في واحدة فيهم ثيتا والتانية ثيتا ومترحلة 360 درجة زائد 2 ام باي. طيب وامتى يطرحوا؟ لو كانت واحدة والتانية ما بينهم فرق يخليهم يطرحوا ازاي؟ جيت عند هذه النقطة مثلا في هذا المكان، فلقيت ان دي الساين بتاعها ساين 90، التانية لقيتها ساين 270، فالنتيجة ان دي بلس ودي ماينس، النتيجة طلعت صفر. او مثلا هنا نفس القصة، دي ساين 270 ودي طلعت ساين مثلا 90 زائد مش عارف 360 درجة يعني 450، وطلعت النتيجة ان ده موجب وده سالب، النتيجة في الجمع صفر. فلو كانت الزاوية اللي جوه الساين هنا واللي جوه الساين هنا، او لو كانت الاتنين كوزينات، يعني المهم ان الزاوية دي والزاوية دي مختلفين بفرق 180 درجة، يعني زي ما قلنا 90 و270 او 270 و450 وهكذا. الفرق 180 درجة يخليهم متشقلبين بالنسبة لبعض، بتكون النتيجة صفر. اذا الفيز اللي جوه هو اللي بيحدد ايه الاخبار. طيب والفيز اللي جوه بيتكون من ايه؟ الفيز اللي جوه هو عبارة عن اوميجا تي وكي اكس بس كده. بالنسبه للزمن احنا هنفترض ان احنا بندرس في لحظه زمنيه معينه، يعني الزمن مش هو الفرق بالنسبه، مش هو اللي هيعمل مشكله. يعني انا بتفرج على الموجتين وهما بيحصل لهم انترفيرنس مع بعض، اللي بيفرق حقيقه هو البوزيشن بتاعهم، يعني اخبارهم ايه في البوزيشن. انا افترض ان هما زي بعض في الاوميجا طبعا، وافترض ان هما زي بعض في الكي، وهفترض ان هما زي بعض في الامبليتيود، غير بقى الحالات اللي فاتت. يعني الحالات اللي فاتت البيتس كان ايه الموقف؟ نفس الامبليتيود، فريكوانسيز مختلفه، كيهات مختلفة، نفس الدايركشن بروباجيشن ونفس الفيز، او يعني مفيش فرق فيز باي يعني. باي ذا واي لو في فرق برضه فيز برضه باي او غيره، يعني انيشال فيز يعني، ما برضه هيطلع بيتس مش مشكلة يعني. بس مش مهم، مش قصة. طيب الحالة اللي بعدها لما درسنا ساندنج ويف كان ايه؟ موجتين زي بعض في الامبليتيود، زي بعض في الفريكوانسي، زي بعض في اللامدا، الاثنين متعاكسين في اتجاه الانتشار. والحاله اللي درسناها بالتفصيل هي الاثنين متعاكسين وفي فرق فيز ما بين دي ودي باي، وممكن يبقى فرق الفيز مش باي، بس دي حاله ما درسناهاش بالتفصيل. طيب الحاله بقى بتاعت الانترفيرنس اللي هنتكلم عليها دلوقتي، سواء كونستراكتيف او ديستراكتيف، بقى هنتكلم عن موجتين ليهم نفس الامبليتيود. احنا دايما نفس الامبليتيود سواء في الحاله دي او دي او دي، نفس الامبليتيود وخلاص يعني. هنا هنتكلم عن اتنين ليهم نفس الاوميجا ونفس الكي ونفس اتجاه الانتشار كمان، يعني هيتقابلوا في حتة، مش واحدة رايحة عكس التانية، هيتقابلوا في الحتة دي اللي يعني ماشيين مع بعض. طيب هما الفرق بينهم في ايه؟ الفرق ما بينهم انه لما الاتنين وصلوا للحتة دي، كل واحدة وصلت هناك حالتها ايه؟ الحالة هي كلمة فيز اصلا معناها حالة، يعني كلمة فيز لما ترجم بالعربي بتترجم ان هي زاوية التطور، التطور ده اللي هو الحالة، يعني حالتك ايه. فالحالة اللي وصلت بيها كل واحدة، يعني ساعتها لما جم يتقابلوا كانت دي كوزاين كام ودي كوزاين كام، او دي ساين كام ودي ساين كام. اللي جوه ساين او كوزاين هو اللي بيحدد. طب ما هو اللي جوه ساين او كوزاين ده ممكن يكون اوميجا تي وكي اكس، مين فيهم؟ التي مش هيفرق معانا في حاجة. ليه؟ لان التي ده عبارة عن لو حصل constructive interference في مكان ما، هو دايما هيفضل كونستراكتيف انترفيرنس، يعني في هذا المكان، يعني مش هيحصل ان هم كونستراكتيف انترفيرنس دلوقتي وبعد شويه يقلبوا ديستراكتيف، لا، لان الاثنين هنفترض ان هم ليهم نفس الاوميجا وبيتغيروا مع بعض مع الزمن شبه بعض.
لكن اللي يفرق او يعني الاثنين ابتدوا في الزمن مع بعض، يعني الحالات اللي هندرسها كمان شويه هنلاقي ان الموجات خارجه من نفس السورس، يعني سواء في تجربه يانج اللي هي دبل سليت انترفيرنس وغيره، بنفترض ان الموجات اصلها سورس واحد، فالاثنين ابتدوا من نفس الزمن، فتغييرهم مع الزمن مش هو اللي هيفرق في الموضوع، لكن الموجات بتختلف في الباث او في المسافه اللي بتمشيها كل واحده، وبالتالي بتغير في الترم بتاع كي اكس، يعني كل واحده ليها الكي اكس غير الثانيه، وده اللي يعمل فرق فيز. يعني انت عندك واحده هيبقى كوزان اوميجا تي ناقص كي اكس، والثانيه كوزان اوميجا تي ناقص كي اكس. الاوميجا تي بتاعت دي والاوميجا تي بتاعت دي الاثنين زي بعض، لان الاثنين خارجين بنفس الفريكوانسي اوميجا وخارجين من نفس المصدر، فابتدوا مع يعدوا الزمن مع بعض نفس تي، فمش فارقه في حاجه. لكن الكي اكس بتاع دي والكي اكس بتاع دي ممكن تختلف. ممكن تختلف ازاي؟ الكي ممكن تكون مختلفه، يعني 2 باي على لامدا، واللامدا بتساوي كام؟ بتساوي لامدا بتاعت الهواء على الان، يمكن دي قلناها زمان قبل كده. فممكن لو دي مشيت في ميديا ودي مشيت في ميديا وبعد كده اتقابلوا، يبقى دي قطعت مسافه شغاله فيها بكي معينه ودي قطعت مسافه بكي معينه، فده هيخلق فرق فيز. وممكن يكون الفرق مش نتيجة فرق كيهات، ممكن يكون نفس الكيهات بس دي مشيت في مسار ودي مشيت مسار تاني مختلف، والنتيجة انه بقى الترم كي اكس هنا غير الترم كي اكس. اذا احنا في الاخر هندور على انه فرق الفيز ما بين الساينين او كوزاينين اللي بندرسهم هو نتيجة الترم كي اكس، وبالتالي وكي اكس ده انا يعني هو هنا بدل الاكس بالرمز ار عشان يبقى ان جنرال، يعني ممكن يكون البروباجيشن في اتجاه اكس او واي او زد مش مهم يعني. فالترم اللي اسمه ار ده بيعبر عن الباث ديفرنس، انا عندي باث ديفرنس قد ايه، والباث ديفرنس ده هنسميه دلتا، يعني دي مشيت مسافه ار ودي مشيت مسافه ار او اكس واكس، المهم اي حاجه مش مهم. لو فرق الباث ده بيحقق شرط ان هو ام لامدا عدد فردي من لامدا، النتيجه هتبقى destructive interference. لو عدد زوجي من لامدا سوري لو يعني عدد صحيح من لامدا يبقى constructive interference. لو عدد فردي لو عدد ام زائد نص من لامدا يبقى destructive interference، بس احنا مش هنبص عليها من وجهه النظر دي، احنا هنبص عليها من وجهه نظر احسن اللي هي فرق الفيز مش فرق الباس، يعني نطنش الحته دي دلوقتي لان هي يعني مسليدنج شويه، يعني هتتضح الصوره قدام شويه. تعالوا نشوف، يعني هنا بيعمل نقله ما بين الباس ديفرنس والفيز ديفرنس، يعني انت لما يكون في واحده مشيت لامدا بالنسبه للتانيه يبقى الفرق 2 باي، لما واحده تمشي مسافه دلتا بالنسبه للتانيه يبقى دي الدلتا الكبيره، الشكل اللي عامل زي الهرم ده كابيتال دلتا ودي سمول دلتا، فهو بينقل فرق الفي الباس لفرق فيز بانه بيضرب الفرق الباس في 2 باي على لامدا. سيبونا بقى من الكلام ده دلوقتي، هتتضح الصوره قدام سنه يعني. طيب الباس ديفرنس ما بين موجتين 5 متر، يعني حاولنا دلوقتي هنبص على اللي جوه كوزاين هو اللي هيفرق معايا، دي وصلت بكوزاين زاويه كام ودي كوزاين زاويه كام، وهنبص فين في الزاويه الاوميجا تي هنا وهنا هنلاقيهم زي بعض، فهو فرق الزوايا هيجي من فرق الكي اكس، فهو بيقول لك ان فرق الاكسات ما بين موجتين هنا 5 والويف لينكس 4، فالكي تبقى كام؟ تبقى 2 باي على 4، يبقى فرق الفيز كام؟ هيجي من فرق الترمات كي اكس، يعني الكي اكس بتاع ده هو والكي اكس بتاع ده هو فرق بينهم كام؟ لو نفس الكي يبقى الكي عامل مشترك اللي هي 2 باي على لامدا، واللامدا هنا في المساله دي بيساوي 4. طيب يبقى 2 باي على لامدا 2 باي على 4، وبعدين فرق الاكسات هو مديهولك كام؟ 5، يبقى 2 باي على 4 في 5 يطلع كام يا سيدي الفاضل؟ يطلع 1 وربع في 2 باي، يعني 1 ربع في 2 باي، هو عايزها بقى بالدرجات مش عايزها بالراديان، فواحد وربع في 2 باي، سيبك من 1 في 2 باي ده طنشه ده هيطير اللي هو 360 درجه فمش فارقه، فيتبقى لك ربع في 2 باي، ربع 2 باي اللي هي تطلع باي على 2 او 90 درجه. Interference of light is evidence that التداخل بتاع الضوء هو شاهد على انه ال speed of light is very large. هل هو دليل على ان سرعه الضوء عاليه؟ لا طبعا، هو التداخل ملوش دعوه، التداخل ممكن يحصل حتى في موجات الصوت اللي تعتبر موجات بطيئه. لايت از ترانسفيرس ويف، لا هو التداخل برضه بيحصل سواء ترانسفيرس او لونجيتودنال مش مهم، يعني مش دليل على ان الموجه ترانسفيرس يعني. لايت از ان الكترومجنتيك ان كاركتر، فاكرين الخناقه بتاعت هايجنز ونيوتن؟ التداخل صفه موجيه، يعني الانترفيرنس ده بروبرتي للويف مش بروبرتي للبارتكلز، يعني البارتكلز ما بيحصلش ما بينها انترفيرنس، يعني انت لو جبت كوره وكوره وخبطتهم في بعض مش هيتجمعوا ويطلعوا كوره كبيره، لكن لو جبت موجه وموجه وخبطتهم في بعض هيتجمعوا ويطلعوا موجه اكبر او يطرحوا، يعني حسب الظروف. باي ذا واي برضه من المسكونسبشنز اللي منتشره بين الناس، طب نخلص الاول ده الاول، لايت از ويف فينومينان ولايت داز نوت اوبي كونزرفيشن اوف انرجي، لا يتبع قانون حفظ الطاقه، طبعا ده كلام فارغ. الاجابه ان هو ويف كويس، هل هي بقى ويف الكترو ماجنتيك ولا لا؟ دي بقى قصه ثانيه، يعني هو الاجابه هنا الصح ان هي ويف، بس الويف دي انواع، في ميكانيكال وفي الكترومجنتيك. الالكترومجنتيك بيحصل لها انترفيرنس والميكانيكال بيحصل له انترفيرنس، فانت الانترفيرنس مش هو الشاهد على ان اللايت ده
هو الكترومغنتيك ويف، هو شاهد على ان هو ويف من حيث المبدا يعني، لكن هل هي ميكانيكال او الكترومغنتيك او نوعها ايه، مش الانترفيرنس هو اللي بيقول، حاجات تانية هي اللي قالت بعد كده يعني. فهو الاجابه الصحيحه ان هو ويف، الانترفيرنس ده خاصيه موجيه. طيب من المسكونسبشنز اللي عند الناس، الاخطاء في المفاهيم، انه لما بيحصل ديستركتيف انترفيرنس زي الحاله دي يقول لك ايه ده، يا نهار ابيض، الكونزرفيشن اوف انرجي ضرب. ليه؟ لان كان الموجه اللي نازله دي فيها انرجي، صح كده، والموجه اللي نازله دي فيها انرجي، واذا فجاه النتيجه ما فيهاش انرجي، راح فين الانرجي بقى، كونزرفيشن اوف انرجي. دي من المسكونسبشنز اللي عند الناس، لما بيحصل ديستركتيف انترفيرنس ما بين موجتين والنتيجه بتبقى صفر موجه ما فيش ويف، بتبقى الانرجي راحت حاجه تانية. يعني مثلا هنشوف التجربه بتاعت يانج، الانترفيرنس بتاع يانج، انا ممكن اتقدم الى الامام شويه كده بسرعه. الانترفيرنس بتاع يانج مثلا هنا، او الانترفيرنس بتاع تيم فيلم، اي انترفيرنس يعني، المهم انه حصل ايه، حصل انه في موجتين، والموجتين دول عملوا انترفيرنس، اماكن منوره واماكن مظلمه، الاماكن المظلمه دي هي الاماكن اللي حصل فيها ديستركتيف انترفيرنس. طب الانرجي راحت فين؟ ماتت؟ لا، الانرجي طفشت من الحته دي وراحت حته تانية. هي دي الفكره، ان الموجه راحت من المكان المظلم ده وتوزعت على الاماكن المنوره. لو انت جمعت الانرجيز بتاعه الاماكن المنوره دي كلها هتلاقيها بتساوي الانرجي الاصليه اللي في السيستم، يعني الانرجي اللي جايه من السورس الاصلي في المساله. فاللي حصل انه الانترفيرنس ده بيعمل عمليه اعاده توزيع للطاقه، يعني برضو هنا في حلقات نيوتن، يعني هنا اللي هيحصل انه الانترفيرنس الكونستراكتيف هيديك دوائر منوره، والديستراكتيف هيديك دوائر مظلمه. طب الدوائر المظلمه دي ديستراكتيف، فين الانرجي راحت؟ راحت للاماكن اللي فيها دوائر منوره، اعاده توزيع للطاقه، ريديستريبيوشن اوف انرجي. بس السميشن بتاع الانرجي في النهايه بتاع الحلقات المنوره على بعض كده، او الفرنجس المنوره في المنظر ده، هو بيساوي الانرجي بتاعه السيستم الاصلي او السورس اللي بينور في التجربه دي. طيب نشوف بقى الانترفيرنس، الحالات اللطيفه بتاعه الثين فيلم اللي احنا هندرسها. يبقى احنا دلوقتي اتفقنا على ايه اللي احنا خدناه لحد دلوقتي؟ احنا خدنا سو فار اللي بيحصل كفيز شيفت لما الموجه تيجي تنقل من لايت لهيفي او من هيفي للايت ميديوم، وخدنا الانترفيرنس اللي ما بين تو ويفز اللي بيطلع لي حاجه اسمها بيتس وشروطه ايه، او الانترفيرنس اللي بيطلع لي حاجه اسمها ستاندنج ويف وشروطه ايه. وهندرس بقى انترفيرنس لا هو بيتس ولا هو ستاندنج ويف. يعني البيتس كان طبعا كل الحالات اللي احنا بندرسها نفس الامبليتيود، هي البيتس كان فيها الاوميجات مختلفه والكيهات مختلفه، الستاندنج ويف كان نفس الاوميجا والكي بس الدايركشن والبروباجيشن عكس بعض. هنا هيبقى نفس الاوميجا ونفس الكي ونفس الدايركشن والبروباجيشن ونفس الامبليتيود وكل حاجه زي بعض، بس في فرق في الانترفيرنس. يعني هي مش نفس الكي، لا هي نفس الاوميجا بس مش نفس الكي، الكي ممكن تكون مختلفه، يعني نفس الامبليتيود ونفس الاوميجا ونفس الدايركشن والبروباجيشن، وهيكون في فرق يا اما في المسار اللي هو الاكسات، يا اما فرق في الكيهات، ونتيجه كده هيبقى في فرق في الكي اكس تيرم. وفرق الكي اكس ما بين الكوزيناية والكوزيناية او الصيناية والصيناية اللي بيمثلوا الموجتين هو اللي هيحدد اذا كان الموجتين دول بيتقابلوا بنفس الزاويه او بزوايا مختلفه، وبالتالي هل هيبقى كونستراكتيف انترفيرنس او ديستركتيف انترفيرنس. طب نشوف قصه السيم فيلم ده، دي ظاهره ظريفه قوي. السيم فيلم عباره عن ايه؟ ميديم رفيع خالص، زي مثلا غشاء الصابون ده، هتلاقي غشاء الصابون ده عليه شويه الوان. ايه تفسير الحكايه دي؟ وهنا راح رامي عليه يعني دي برضو شويه زيت، وراح رامي عليهم موس عشان بس يعني ايه يعمل ديستربنس كده شويه في الزيت يعني، فتلاقي انه حوالين الموس ده في شويه الوان يعني. الله، ايه الحكايه دي بقى؟ الحكايه انه الثين فيلم ده ممكن نمثله بحاجه زي كده، يعني طبقه السمك بتاعها تي، والريفراكتيف اندكس بتاعها اسمه ان، والريفراكتيف اندكس ده اللي زي ما قلنا قبل كده هو سي على في، والريفراكتيف اندكس بتاعها هنفترض في الحاله دي احد الحالات كتير قوي ممكن، يعني هو الساندوتش اللي معمول هنا ده ما بين الاير اللي فوق والاير اللي تحت وجواها السيف فيلم ده، ممكن يكون اي حاله يعني، ممكن يكون هنا ان اي حاجه، هنا ان اي حاجه، هنا ان اي حاجه. شوف بقى كميه الاحتمالات اللي ممكن تطلع يعني. فهو بيبتدي بحاله بسيطه، بيقول لك ان عندي سيف فيلم زي الصابون موجود في الهواء، خلاص يبقى غشاء صابون كده او غشاء زيت، فيلم يعني غشاء وفوقيه وتحتيه هواء. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ لو انت نورت من لمبه او من ليزر سورس او وات ايفر، والري ماشي بتمشي هنا تيك 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 تيك، خبط هنا، الري ده هيحصل له حاجتين، هو جاي من ميديم خفيف خبط راح لميديم تقيل، شويه هيحصل لهم ريفليكشن، شويه باور هيحصل لها ريفليكشن، وشويه هيحصل لهم ترانزميشن. زي ما اتفقنا دايما الترانزميشن بغض النظر بقى انت ماشي بالويف بتاعتك من ميديم لايت لهيفي او من هيفي لايت، مش مهم، دايما الترانسميتد ويف ما بتاخدش اديشنال فيز شيفت بالنسبه للانسيدنت ويف، ما بيحصلش في شيفت اضافي.
الموجة اللي راجعة دي بتاخد فيز شيفت إضافي إذا كان جاية من لايت لهيفي، نفتكرها دايما بحكاية المسمار يعني. فري 1 ده بالنسبة للإنسيدنت، الإنسيدنت ويف دي اللي هي الموجة المرجعية بالنسبة لنا بقى، اللي هي الريفرنس بالنسبة لنا، الموجة اللي ساقطة دي بقى هنقيس بالنسبة لها إيه اللي بيحصل، دي المرجع. فري 1 بالنسبة للإنسيدنت خد فيز شيفت باي، كويس. في ري بقى هيعدي يحصل له ترانسميشن، يتمشى جوه الغشاء ده، يخبط هنا في السطح السفلي من الفيلم ويرجع. فاللي هيرجع منه قد ايه بقى؟ اللي هيرجع منه الباور دي، طبعا واحد يقول لي في ترانسميتد باور، اه في ترانسميتد باور ساعتك مفيش مشكله يعني، بس احنا هنا هندرس كيس بسيطه خالص، ان احنا هناخد الري اللي رجع من اول خبطه هنا مع الري اللي رجع من اول خبطه من هنا، والاثنين دول هيحصل ما بينهم انترفيرنس، ونشوف الانترفيرنس ده كونستراكت او ديستراكت. ستريكتلي سبيكينج لو انت عايز تدرسها بشكل صح يعني واضح، او يعني رياضيا روبست، المفروض ان البتاعه دي، وده احنا مش بنعمله في سنه اولى، انت ممكن تعمله بقى في المايكرويف بتاع السنه الثالثه، ان انت بقى تاخد الريز دي وتتمشى وراها بقى يعني، تاخد ادي ري خبط هنا شويه ترانسميتد شويه ريفليكتد، البتاع اللي حصل له هنا هيخبط هنا شويه ترانسميتد، اللي هم احنا مسمينهم هنا ري 2، واحنا مطنشين بقى للريفليكتد، بس هو الحقيقه هيبقى في ريفليكتد تاني هنا، الريفليكتد ده هيخبط تحت، هيعدي شويه ترانسميشن وشويه ريفليكشن، اللي هيرجع هنا بقى هي شويه ترانسميشن وشويه ريفليكشن ويرجع هنا وهكذا. وتلاقي ان انت بتجمع بقى في اللي راجع ده ريز كتير قوي، 1 و2 و3 و4 و5 و6، عدد لا نهائي نظريا، عدد لا نهائي. وتحت بتجمع برضو عدد لا نهائي، وبيبقى هنا ده سيريز، الجمع بتاعه هيقلب بسيريز في الاخر رياضيه، وده هيقلب بسيريز في الاخر، ويطلع نتيجه معينه كده. للتسهيل احنا هندرس بس الحاله البسيطه دي على قد الرياضه اللي احنا نعرفها السنه الاولى من غير ما نعقد، لان احنا عايزين نوصل في النهايه للكونسبت الفيزيكال، الرياضه وقتها جايه بعد كده مش مشكله يعني. كمان احنا بندرس حالة بسيطة، ان احنا بنفترض ان الريز دي نازلة بشكل عمودي على الانترفيس، يعني ري 1 الانسيدنت ري قصدي نازلة كما لو كانت تقريبا عمودية. واحد يقول لي بقى ايه الشعاع ده شكله مايل، يعني الانكلينيشن ده بيخليه عامل زي وتر مثلث كده، الهايبوتنيوس بتاع رايت انجل تريانجل، طب يا ترى احسب الطول المسار ده ازاي؟ هو برضو هنا as a kind of valid approximation، الابروكسيميشن احنا عاملينه ده صحيح في الحالات دي لما يكون التي رقم صغير قوي، ممكن نطنش الزوايا ونعتبر ان الزوايا كلها زاويه السقوط والانكسار والانعكاس واللازم منه كلها بصفار، هي زاويه بتتقاس مع العمود على الانترفيس، يعني العمود على الانترفيس يبقى كده اهو، فكما لو كان الشعاع نازل زي العمودي يعني، فعامل زاويه صفر مع العمودي مع البيربنديكولر. الخلاصه ري واحد رجع واخد في الشيفت باي بالنسبه للانسيدنت ري، ري 2 بقى اصله ايه؟ اتخلق هنا، نعد الفيز بتاعه بقى، هيمشي مسافه تي وهيرجع مسافه تي، يبقى مشي مسافه 2 تي. احنا عارفين بقى ان هو مشي في ميديوم ان، فعشان كده الكي هنا بتاعته غير الكي بتاعت ري 1، يعني لما يرجع ينط في الهواء تاني ويقابل ري 1 هيبقوا ليهم نفس الكي، بس لحد ده ما يحصل هو كان ماشي بكي جوه الميديوم التقيل ده اللي هو الفيلم، فهيبقى انا عندي الكي بيساوي 2 باي على لامدا، واللامدا بيساوي لامدا نط بتاعت الهواء على الان، او بمعنى اخر ان الكي اللي هو ماشي بيها جوه الفيلم بيساوي 2 باي ان على لامدا نود، 2 باي ان على لامدا نود، حيث لامدا نود هي الطول الموجي في الهواء، او الطول الموجي بتاع المصدر يعني اللي جاي من الهواء. فيبقى التو ريز دول لما يتقابلوا في الهواء من جديد تاريخهم بالنسبه للمرجع، بالنسبه للريفرنس، بالنسبه للانسيدنت ري تاريخهم ايه؟ دي واخده تاريخ باي، والتانيه دي واخده تاريخ ما خدتش باي هنا وما خدتش باي هنا وما خدتش باي هنا، ليه؟ لان ده ترانسميشن وده ترانسميشن يعني، وهي بتنط من هواء للفيلم وبتنط من الفيلم للهواء، دي ترانسميشن ترانسميشن ما فيهمش فيز. لكن لما تيجي تخبط هنا في السطح السفلي ده، تعال نشوف هي جايه من ميديوم هيفي للايت، اه دي نفتكر بيها المسمار، لا هنفتكر بيها الحلقه، فدي ما تاخدش في الشيفت باي. لكن خدت في الشيفت منين؟ خدت منها مشيت مسافه 2 تي وتضرب بقى في الكل اللي هي مشيت بيها اللي هي 2 باي ان على لامدا نوت، وبالتالي هيبقى الفرق ما بين الاثنين في الفيز هو كام يا سيد الفاضل؟ بيساوي 2 باي على لامدا بتاعت الفيلم، لامدا بتاعت الفيلم هي لامدا نود على ان يعني، في المسافه 2 تي ناقص باي. الفرق ده هو ده فرق الفيز ما بين الاثنين، اللي هو الفيز اللي هو ايه؟ فرق الزاويه اللي جوه الكوزينين او الساينين اللي بيمثلوا ري 1 وري 2. اتفقنا ان الاثنين طالعين من نفس المصدر بنفس الاوميجا وبيعدوا نفس الزمن، لكن ال اسمه ايه ده، لكن الكيهات ممكن تكون مختلفه، الاكسات ممكن تكون مختلفه، ففرق الفيز بيجي من الترم كي اكس. فبالتالي الفرق الفيز ما بينهم طلع كام بقى؟ 2 باي على لامدا فيلم او لامدا نود على ان يعني، الان تطلع في البسط عشان مقام مقام، مضروبه في 2 تي ناقص باي بيساوي ام في 2 باي. ده لو حصل يبقى ده كونستراكتيف. طيب لو كان مش ام في 2 باي، لو كان عدد فردي يعني 2 ام بلس 1، 2 ام بلس 1 ده يديك عدد فردي يعني، سواء بقى الام بصفر 1 2 3
دايما 2n بلس 1 على بعضها كده تديك عدد فردي. لو 2n بلس 1 باي يبقى destructive، يبقى الفرق كام؟ لو كان الفرق زي ما اتفقنا كده في الاول خالص صفر او 360 او مضاعفاتها يبقى constructive، لان هيبقى نفس الزاويه 360 درجه ما بتضيفش حاجه. لو الفرق 180 درجه او مضاعفاتها الفرديه دي هتضيف هتعمل فرق فيبقى destructive. وبالتالي التوضيب الرياضي يطلع لك ايه بقى؟ ده الشرط بتاع ال constructive interference، انه التي السمك بتاع الغشاء يبقى كذا. يعني لو سمك الغشاء حقق الشرط ده يبقى هيطلع constructive interference. يعني ايه constructive interference؟ يعني اليوزر او سوري الاوبزرفر اللي بيلقط الشعاعين دول بيبص من فوق، بيبص كده اهو يلاقي حاجه منوره، يلاقي مثلا اللون الاحمر، مثلا اللون الاحمر حقق الشرط فعمل constructive interference، بقيه الالوان ما حققتش فما عملش في الحته دي constructive interference. يعني لاحظ برضو ايه، ان انت لو نزلت لون ابيض فانت عندك كام لمضه؟ عندك لمضات كتير قوي. فانت تشوف بقى، يعني انت عندك تهايه معينه، سمك معين من هذا الفيلم، وتحط بقى اللمضات. شوف لو حطيت لمضه بتاعت اللون الاحمر، هل بقى التي بيحقق انه عدد فردي زائد نص في اللمضه بتاعت الاحمر على 2؟ يعني هل من النتيجه دي انت عندك لمضه بتاعت الاحمر عارفها وتقسمها على الان بتاعت الميديم وعندك التي عارفها، هل بقى دي كده على بعضها تطلع ام رقم صحيح؟ لو طلعت يبقى شرط الكونستراكت انترفيرنس بتحقق في اللون الاحمر وتشوف لون احمر. طيب لو ما طلعتش يبقى اللون الاحمر مش هيظهر destructive interference ومش هتشوف احمر. امال لو الاحمر حصل له destructive interference يبقى الانرجي بتاعته راحت فين؟ اها، الانرجي بتاعته مش هتختفي زي ما اتفقنا، ال conservation of energy دايما valid، دايما holds. فاللون اللي مش هيحقق constructive interference هيحقق destructive. ولو حقق destructive معناها ايه؟ معناها انه مش هيرجع هنا، مش هشوفه، لكن اللي هيحصل انه هيعدي من الناحيه التانية، تبص من الناحيه التانية تلاقي لون احمر. لو مثلا الشرط اللي هو بتاع الكونستركت انترفيرنس حقق في اللون الازرق، هشوف لون الازرق هنا. طب ما اتحققش بالنسبه للازرق، يبقى الازرق راح فين؟ راح من الناحيه التانية، بس احنا ما درسناش الناحيه التانية في الحسبه اللي هنا يعني. فالفكره دلوقتي انه الديستركتيف انترفيرنس، انه فرق الفيز يحقق عدد مش يعني عدد ام زائد نص في 2 باي او 2 ام زائد 1 باي، هي هي يعني 2 ام زائد 1 باي دي تبقى عدد فردي من باي، ويعني ممكن توضبها توصل للشرط بتاع الديسكريت انترفيرنس. فانت مثلا يقول لك ايه، انا عايز فيلم مش بيرفلكت اللون الاحمر، مش بيرفلكت يعني يعني ديستراكتيف، فانت ادي الشرط بتاع ديستراكتيف وصلنا له اهو، يبقى تحط اللمضه بتاعت اللون الاحمر وتحط بقى الام رقم انتجر حسب بقى، حطيتها صفر يبقى انت عايز التي كام تطلع؟ هتبقى اللمضه احمر على ان، لمضه فيلم دي اللي هي لمضه رود على ان مقسوم على 2، يطلع لك التي اللي يخلي اللون الاحمر ما يرجعش. والفكره دي موجوده مثلا في يعني لما تحب تعمل كوتنج، مثلا لو انت عايز تمنع حاجه تعدي، يعني تخلي حاجه مثلا ايه او تمنعها ترفلكت مثلا، فانت ممكن تحط طبقه من غشاء رقيق ثين فيلم، تحطها على حاجه كده، عايز مثلا الحاجه دي زي مثلا خلايا شمسيه مثلا، عايز تعمل ايه؟ عايز تماكسمايز الابزوربشن بتاعها للشمس. يعني انت حاطط خلايا شمسيه معرضه للشمس، انت وظيفه الخلايا الشمسيه او السولار سيل ايه؟ ان هي تمتص اشعه الشمس وتحولها من زي كده حاجه شبه اللي انتوا خدتوها في المودرن فيزيكس في الفوتو الكتريك ايفكت، ان هي تحول الانرجي بتاعت الفوتون دي تحولها لكهرباء، الكترون بيجري. طيب انا عايز اماكسمايز مثلا الابزوربشن بتاعها للضوء بتاع الشمس الفيزيبل مثلا، او لون معين، او يعني حته معينه من السبيكترم بتاعت الشمس، الحته دي فيها انرجي كتير. طيب فانا عايز اماكسمايز الابزوربشن، اماكسمايز يعني ايه؟ يعني عايز اللي يخش للبتاع دي ما يرجعش. يعني ايه ما يرجعش؟ يعني يعمل ديستركتيف انترفيرنس في السيم فيلم ده. فمثلا لو انا عايز اللون الاصفر هو اللي يعدي يخش جوه على الخلايا الشمسيه، هروح حاطط فوقيها ثين فيلم من ماده مثلا معينه، بحيث ان الثين فيلم ده بسمك معين مع اللمضه المعينه بتاعت اللون اللي انا عايزه يتشفط جوه الخلايا الشمسيه يعمل ديستركتيف انترفيرنس. طب ما ديستركتيف يعني ما رجعش، يبقى راح فين؟ يبقى دخل لجوه كده يعني. لو عايز تحمي حاجة بإنك تعمل ريفليكشن عشان الحاجة دي ما تخش لهاش الضوء، يعني انت مثلا عايز نظارة مثلا شمسية، النظارة دي عايزها ترفلكت ويف لينكسز معينة ممكن تكون مضرة للعين مثلا يعني، أو تشتغل نظارة شمسية بمعنى إن هي
الضوء اللي داخل ما يرجعش، فالراجل اللي بيتفرج من بره ما يشوفش عين الشخص اللي جوه النظارة الشمسية، تبقى العين بتاعته مستخبية جوه اللون البني بتاع النظارة. فمعنى كده انت عايز destructive interference، يعني الضوء اللي يجي يحصل له total transmission لجوه، او destructive يعني ما يرجعش. فممكن تحط كوت او تحط غشاء من مادة رقيقة على النظارة علشان ما ترجعش لون معين. يعني ممكن الثين فيلم ما يكونش ثيكنس واحد بس، يعني ممكن يكون كذا ثيكنس. فممكن يكون مثلا ده بنسميه الويدج اللي هو الوتد، عارف لما بيجوا يعملوا خيمة بيعملوا ايه، بيجيبوا زي اوتاد خشب ويدقوها في الارض ويربطوا فيها حبال الخيمة، فهي بتبقى بشكل المثلثات ده يعني. فده الثيكنس بتاعه متغير من مكان للتاني. هي هو نفس الكلام، بس هي زي ما تعتبر كذا مسألة من اللي فاتت، كما لو كانوا كذا سيم فيلم جنب بعض كل واحد ليه الثيكنس بتاعه، فهي هي نفس القصة. فانت ممكن تلاقي ثيكنس معين بيحقق شرط الكونستراكتيف انترفيرنس للون الأحمر مثلا، فالأحمر يرجع، وبعدين الثيكنس ده لما يقل يحقق شرط الديستراكتيف، ولما يقل تاني يرجع يعمل كونستراكتيف وهكذا يعني. فطبعا كل تيهاية تناظر إماية، ف حسب بقى هل هتحقق هي التي والام يحققوا مع بعض شرط الديستراكتيف ولا الكونستراكتيف. فالراجل بيبص من فوق ممكن يلاقي اماكن منوره اماكن مظلمه. في المره اللي فاتت كان هيشوف يا منور بس يا مظلم بس، يعني هي مساله واحده بوان ثيكنس بس، يعني ده وان ثيكنس وان تي، فيطلع وان سولوشن يعني لمضايه معينه مع ثيكنس معين، يا هيحصل لها كونستراكتيف يا هيحصل لها ديستراكتيف، فهي هيشوف نور على كله يا ظلمه على كله خلاص، لان هو وان ثيكنس. لكن هنا عندنا كذا ثيكنس، فعندنا كذا حل. كل منطقة كل ثيكنس كل منطقة فيها تي ليها الحل بتاعها، فواحدة تبقى منورة واحدة مظلمة وهكذا. مونوكروماتيك لايت سورس، مونوكروماتيك يعني ضوء أحادي اللون، اللمضة بتاعته 600 نانومتر، نازل انسيدنت اون سوب بابل على فقاعة صابون ال N بتاعها 1.3 that is 400 نانومتر thick، مديك التي أو السمك بتاعها كذا. calculate the change of phase، احسب فرق الفيز كزاوية بالديجريز، عايزها من 360 مش عايزها بالراديان، of the light that penetrates، penetrates يعني يخترق the front surface السطح العلوي من الغشاء ده، reflects from the second surface وبيرجع من السطح السفلي، and emerges through the first surface. يعني هو بيوصف الري اللي هو ري نمرة 2 في الرسمة دي، اللي هو بيقولك penetrate the first surface، reflects from the second surface، and emerges again from the first surface. emerges again يعني يخرج من جديد. فده حصله في الشيفت كام؟ خلاص مفيش مشكلة، احنا عارفين ان هو ده الغشاء اللي هو مادة تقيلة بين هواء وهواء، فالترانسميشن هنا مش هيضيف فيز، الخبطة دي مش هتضيف فيز، الترانسميشن مش هيضيف فيز، هيبقى الفيز الوحيد اللي حصل هنا في الري ده هو لوحده، هو ما جابش سيرة ري 1. الفيز بتاعه هيبقى 2 باي على لامدا بتاعة الفيلم، او 2 باي ان على لامدا نود يعني، مضروبة في 2 تي، وعندي كل حاجة احسبها ببساطة. وبعد ما اطلع النتيجة احولها من الراديان احولها لديجريز، بان انا اضرب في 180 على باي، ولو كان الرقم اكتر من 360 بطرح 360 لحد ما اوصل للرينج بتاع الاجابات اللي هو عايزها. برضو احنا ممكن نعمل ثين فيلم بطريقة نيوتنز رينجز. يعني في تجربة نيوتنز رينجز انا عندي عدسة بلانو كونفكس، السطح اللي من فوق ده مستوي واللي تحت ده محدب، وتحتها مراية، فانا عندي اتنين ميديا تقال اللي هما ازاز فوق بتاع العدسة وإزاز تحت بتاع المراية، وعندي ضوء جاي كده اهو، فهذا الضوء بيخترق الإزاز وبعد كده يخبط في السطح السفلي ويرفلكت ويطلع لفوق. الخبطة دي من ميديم هيفي لميديم خفيف، فمش هتضيف فيز. فده الري الأولاني في الشيفت بتاعه زيرو. الري التاني بقى عدى في الهواء، فهياخد في الشيفت كام؟ 2 باي على اللامدا بتاعت الفيلم، الفيلم هنا الهواء، ف2 باي ان على لامدا نود الان بواحد. في المسافة اللي هيمشيها تي رايح جاي، يبقى هو خد في الشيفت كام يا سيد الفاضل؟ 2 باي على لامدا نود في ان في 2 تي. الخبطة اللي تحت هنا في المراية علشان يرجع بتبقى من هوا لإزاز، فهو خابط من لايت لهيفي، ده بيفكرني بالحبل اللي خبط في المسمار، فبياخد في الشيفت باي. فالخلاصة يعني انه الفيس شيفت ما بين التو رايز اللي بينترفيروا في التجربة دي هو 2 باي على لامدا بتاع الفيلم. ممكن يقولك بقى في المسألة بدل الهواء بأي حاجة تانية، بدله بزيت بتراب مش عارف ايه، فساعتها بس انت بس تغير في اللامدا، تخليها بدل لامدا تخليها لامدا على ان، وكمان تتشيك اذا كان في فيز شيفت باي ولا لا. لان انت افرض هنا انا كنت حاطط هواء، وانت عندك كمان هنا ازاز وازاز، فتقيل خفيف تقيل،
طيب فدي تسببت ان الري الاولاني ما يخش فيش في الخطه دي، بينما الري التاني في الخطه دي خد فيز باي. طب افرض حطيت زيت بقى تقيل، الزيت التقيل ده حسب بقى، لو هو اخف من الازاز خلاص ما هي هي يعني، برضو ده هياخد فيز شيفت صفر وده فيز شيفت باي، وهيبقى ده اتغير فيه مين؟ الكي بتاعته في الفيز شيفت اللي هو بتاع الري التاني، يعني 2 باي على لامدا هتبقى لامدا نود على ان، والان تبقى بتاعت الزيت وهكذا مضروبه في 2 تي. طب افرض حط ميديم تقيل قوي اتقل من الازاز، يعني حط مثلا قال لك سيليكون مثلا، السيليكون ليه ريفراكتيف اندكس عالي اعلى من الازاز. الازاز باي ذا واي ككومبوزيت يعني هو سيليكون دايوكسيد اكسيد ثاني اكسيد السيليكون، يعني سيليكون دايوكسيد اس اي او 2 ده الازاز في الاخر. السيليكون العادي لا، الريفراكتيف اندكس بتاعه اعلى كتير، ما يعني السيليكون بيبقى سوري السيليكون دايوكسيد او الازاز 1.5 في الرينج بتاع 1.5. في انواع ازاز بيعملوها اظن يعني بيوصلوها للريفراكتيف اندكس 2 يعني، بس يعني الطبيعي بيبقى 1.5 يعني. السيليكون بيبقى في حدود 3 الريفراكتيف اندكس بتاعه 3 بوينت حاجه كمان يعني. فالخلاصه انه لو حط ميديم تقيل قوي هنا يبقى مين اللي هيحصل له في الشفت بقى؟ تعالى نشوف كده. الاخ ده هيبقى جاي من ازاز وخبط في ميديم تقيل قوي، فده بقى اللي ياخد باي، وهتلاقي ده كان ماشي في ميديم تقيل وخبط في ميديم اخف فمش هياخد باي، هياخد صفر. ممكن يخدعك في المساله ويحط لك 3 ميديا بحيث ان ده ياخد باي وده ياخد باي، او ده ياخد صفر وده ياخد صفر. يعني ممكن الساندوتش اللي بيتعمل بتاع السين فيلم ده في العاب كتير، يعني تخيل ان احنا حاطين 3 ميديا تحت بعض ان 1 وان 2 وان 3 خلاص كده، خفيف خفيف وبعد كده اتقل وبعد كده اتقل خلاص. فري 1 جاي من خفيف خبط تقيل هياخد باي، وبعد كده ري 2 برضه جاي من خفيف خبط تقيل برضه هياخد باي، يبقى ده واخد باي وده واخد باي بخلاف الاتنين باي على لامدا في 2 تي. طب افرض بقى تقيل اخف اخف مثلا، فده هياخد في الشيفت كام؟ جاي من تقيل خبط خفيف زيرو، وده جاي من تقيل خبط اخف منه هيبقى زيرو. فهيبقى الفرق الفيز 2 باي على لامدا في 2 تي، وحيث اللامدا بقى بيساوي لامدا نود على الان بتاعت الميديا. ففي العاب كتير انت لازم تتشك علاقه الميديا ببعض ايه علشان تشوف حاجات الفرق الفيز بتاع الزيرو والباي والكلام ده. وبالاضافه لده عندك دايما فرق الفيز اللي هو الكي في 2 تي، والكي بتساوي 2 باي على لامدا، واللامدا بتساوي لامدا نود على ان يعني. وبالتالي بقى انت هنا توصل بقى لفرق الفيز كعلاقه في الحاله دي، انه ده فرق الفيز يطلع 2 باي على لامدا في 2 تي في زائد باي. عايز الدوائر مثلا مظلمه زي ما عملنا في تجربه المعمل، يبقى هتساوي الكلام ده بعدد فردي من باي، فتلاقي الباي راحت مع الباي وتبقى في الاخر ان 2 تي بيساوي ام لامدا. والتي اللي هي السمك بتاع الفيلم ده في التجربه ما كناش بنعرف نقيسه، مفيش وسيله ان احنا نقيسه ده، فاحنا كنا بنبدله بان احنا بنقيس الراديوس بتاع الحلقه. يعني كان بيحصل ايه؟ انه الانترفيرنس ده بيحصل داير ما يدور العدسه يا صديقي، فبيطلع دوائر. فهنا هتلاقي انه بيطلع دايره ليه؟ لان بيحصل انترفيرنس هنا بيحصل هنا وهنا توصلهم ببعض يطلع دوائر مظلمه او دوائر منوره. الخلاصه الدايره دي هيبقى ليها راديوس سمول ار مرتبطه بالثيكنس تي، يعني كل ارتفاع تي هيبقى ريليتد او اسوسييتد وذ سيرتن سيركل بالراديوس ار سمول ار. الراديوس بقى بتاع السطح العدسه مع العدسه دي البلانو كونفكس عباره عن ايه؟ مسطح كده اهو، يعني جزء من كوره. اذا تخيل انت جبت كوره كبيره قوي سفير كده كبيره ورحت قاطشها خدت منها حته، فالسنتر بتاع الكوره الكبيره دي اللي انا خدت منها حته هيبقى هنا مثلا، فيبقى الهايبوتنيوس ده الوتر بتاع المثلث اللي هنا ده اللي واصل ما بين السنتر بتاع الكوره واي نقطه على الكوره ده هيبقى الراديوس بتاع الكوره. طيب وده الراديوس بتاع الحلقه المظلمه اللي انا شايفها في الميكروسكوب من فوق التجربه، وهيبقى الارتفاع بتاع او الهايت بتاع المثلث ده هيبقى عباره عن ايه؟ انت عندك من السنتر هنا لحد هنا ده راديوس برضو زي ده، يعني زي الار كابيتال ده برضو لحد هنا ده ار كابيتال بتاع السيرفس بتاع العدسه. لو طرحت منه السمك تي اللي هو بتاع الثين فيلم، انا مثلا بدرس الثين فيلم ابو ثيكنس تي وراديوس حلقه ار، هيبقى عندي في الاخر مثلث فيثاغورس هنا اللي هو هنا ار الوتر ده سكوير بيساوي ار ماينس سي كل سكوير زائد ار سمول سكوير، ونفك ار ماينس تي ده تربيع هيديني ار تربيع وتي تربيع وناقص اتنين ار تي. وبعدين انا ممكن اعمل ابروكسيميشن. انا ليه بعمل ده كله؟ لان انا بتحايل على التي ده، يعني انا دلوقتي مش هعرف اقيس ده. يعني لو افترضنا ان اللامدا هي المطلوبه في المساله، طب انا عايز التي، انا اجيب التي منين؟ ما اعرفش. فاحنا هنتحايل عليها ازاي؟ ده مثلث فيثاغورس اهو، فاللي هيحصل ان انا هيبقى ده الوتر بيساوي ده تربيع زائد ده تربيع، شيل ده مع ده واهمل تي سمول سكوير ده بالنسبه للحاجات اللي حواليه، فهيطلع ابروكسيميتلي انه في الاخر انت هتلاقي انه 2 تي ده في ناحيه بيساوي ار سمول سكوير على ار كابيتال.
ار كابيتال بتاع العدسه ده ممكن يكون معروف، ار سمول اللي هو الراديوس بتاع الحلقه المظلمه ده بيكون معروف من القياس، فبالتالي دول بحطهم مطرح ال 2 تي. فاذا كان الدائره المظلمه شرطها ان 2 تي بيساوي ام لامدا، فهيبقى انه بدل 2 تي احط ار سكوير على ار، يبقى ار سكوير بتاع الدائره المظلمه بيساوي ام ار لامدا. والنقطه اللي في السنتر يعني بسيبها بطنشها، بعد كده اول حلقه منوره، بعد كده حلقه مظلمه منوره مظلمه وهكذا. فاول ام بواحد يديك اول حلقه مظلمه، هتلاقي انه ام باتنين يعني الحلقه المظلمه اللي بعدها، هتلاقي انه الحلقات المنوره شرطها يفرق نص لندا، يعني هتلاقي انه بدل ام لندا هتلاقي ام زائد نص لندا. حاول تعملها يعني تخليها شرط كونستراكتيف، يعني تبتدي نفس القصه من الاول بس الشرط يبقى كونستراكتيف انترفيرنس. فهتلاقي في الكونستراكتيف انترفيرنس انه ادي الفيز اهو، بس بدل ما اسويه بعدد فردي من باي تساويه بعدد زوجي من باي، يعني اسوي ده باتنين ام باي ويمشي نفس الخطوات. يعني اخبار النقطه اللي في السنتر ايه؟ النقطه اللي في السنتر اللي هي النقطه دي احنا شايفينها نقطه مظلمه، احنا بنبص من فوق دي الحلقات يعني، فده السنتر نقطه مظلمه، هنا دي السنتر نقطه مظلمه. ليه بقى؟ هنا السمك بتاع الفيلم كام تي؟ صفر. تعال نبص كده، اها فرق الفيز بيساوي هذا الكلام، لو انا حطيت التي بصفر يبقى فرق الفيز كام؟ باي. فرق باي ده على طول ديستركتيف انترفيرنس، فعشان كده النقطه اللي في السنتر لازم تكون نقطه مظلمه. اوكي اخر حاجه في الشابتر ده، نيوتنز رينج اكسبيرمنت مديك الريديوس بتاع اللينز، مديك الريديوس بتاع الحلقه نمره 6 ان هو كذا، والويف لينكس بكام؟ ايه مساله سهله، عندك الار بتاعه العدسه والار سمول بتاعه الحلقه، والحلقه دي نمره 6، طلع اللمضه. يا سلام الشابتر ده كان مقلق جدا. اوكي ارجو انه كان مفيد.